أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي لكتشر 5 في السنترال نيرفس سيستم، وهي اللي هو السنسوري عن السنسيشنز. وأنا أثرت إن كل مرة هبقول عنوان المحاضرة من الأول هيبقى على إيه، عشان لو واحد بيفتح الفيديو ومش هي دي المحاضرة اللي عاوزها يبقى عارف من الأول هتتكلم على إيه. النهاردة المحاضرة على السنسيشنز، هنبتدي بالميكانوسيبتيف ثم الثيرمال بإذن الله ثم البين. آثرنا أن نبتدي في الساعة 10 بتوقيت إيست كندا أند يو أس، 5 بتوقيت كايرو، لأنه حسيت أن ده أكثر مناسبة. لكن لو عندكم يعني اقتراحات أخرى يعني I'm willing to cope مع أي حاجة. فكعادتنا هنبتدي بالمالتيبل تشويس كويشنز شباب، وزي ما بنقول ان احنا بنناقش مش مجرد اسئله وهنجاوب، هنناقش الاسئله مع بعض. طيب تعالى، الامتحان ده على فكره يعني انا قصدت فيه حاجه شباب، انه يبقى التعليم يعني فهمك قيمه ليه بناخد الباثويز. فانت اكشولي هتكتشف ان ليه خدناها، عشان هتفيدنا في تشخيص العديد من الامراض. فعايزك تفكر معايا، ده من الامتحانات الصعبه لانه تطبيق على الامراض. فبيقول لي انه لو قطعنا الليفت لاترال سباينو ثلاميك تراك والريزلت ان بيلو ذا ليفل، ما هو لما بتقطع التراك كل النتائج بتبقى تحت الليفل اوف ذا كات. فانا قبل ما ابتدي اجاوب اقول ان اللاترال سباينو ثلاميك ده بيشيل البين والتمبريتشر، ادام هو كروت سنسيشن يبقى على الكونترالاترال سايد، يبقى القطع ليفت، يبقى انا هفقد البين والتمبريتشر على الرايت سايد. وعليه لما يقول لي لوس اوف بين على الليفت سايد غلط، لانها على الرايت سايد. لوس اوف بين اند تمبريتشر اون ذا رايت سايد تبقى دي الاجابه الصحيحه اللي هي بي. فبعد كده نكمل loss of pain on left side and temperature on right side، لا مش واحد في ناحية والتاني في ناحية، هما الاثنين على right side. loss of pain on right side and temperature on left side خطأ برضو. يبقى الإجابة الصحيحة إن لما أقطع left lateral spinal thoracic tract lateral بيشيل pain و temperature من right side contralateral side. يبقى الإجابة الصحيحة بيها شباب left كونييت تراكت كاريز. خد بالك ده سؤال صعب، لانه الكونييت لسه بقى عارف معلومتين، ده تبع الدورسال كولم، يبقى بيشيل مجموعه الفاين، فاين تاتش، فاين بريشر، نكررها تبقى فايبريشن وابناء العموم البروبيسبشن. منين؟ من الابسيلاترال سايت. قلنا الفاين الابيكريتيك سنسيشن بتاع الدورسولاترال تملي بالابسيلاترال نفس الناحيه، ليفت ليفت لسه ده نص السؤال. الكونييت ده بقى بيشيلهم من الابر هاف اوف ذا بادي، لان الجراثيم اللور هاف. يبقى السؤال فيه حتتين او ثلاثه اكشن، انه بيشيل الفاين والليفت هيبقى من الليفت والكونييت يبقى من الابر هاف. فلازم تفكر بصوره جيده. فبيشيل الفاين تاتش from the، هنا بيقول لي هيشيل الفاين تاتش from the right hand. طبعا لا، لان الليفت هيشيل من الليفت. هيشيل الفاين تاتش from the left leg، هنا الليفت صح بس الليج لا، احنا عاوزين الهاند. وبعدين يقول لي بيشيل الفاين تاتش from the left hand C، دي الاجابه الصح. يبقى هو بيشيل فاين مظبوط والكونييت من الابر هاف، يبقى الهاند والليفت ليفت يبقى ليفت. يبقى في ثلاث حاجات في الحته دي خلوا الاجابه صح، ان الليفت ليفت ادي نمره واحد، والهاند لانها ابر بارت نمره اثنين، والفاين نمره ثلاثه. يعني سؤال صعب فعلا عاوز تركز. انها بيشيل فاين تاتش فروم ذا رايت ليج، اظن دي غلط لسبب، لان هو مش دعوه بالليج، الليج دي الجراسس. فامتحان معتبر عاوز واحد فاهم. ليجن في السوماتيك اسوشيشن اريا في الليفت سايد ريزلتس ان اول اكسبت، يعني اختار الغلط. انا السوماتيك اسوشيشن دي اللي هي بتربط الاحساسات، الليفت سايد بيربط الاحساسات من الرايت هاف اوف ذا بادي والعكس بالعكس. الرايت اسوشيشن سوماتيك اسوشيشن بيربط من الليفت، هنا يبقى الليفت بيربط من الرايت سايد. فهيحصل
ان انا لما امسك حاجه في ايدي مفتاح مثلا ابقى حاسس انه قوي، حاسس ان هو سائع معدن، حاسس انه معرج، بس مش عارف اربط ان ده مفتاح، يبقى مش عارف اتعرف على المجسمات. ستيريو يعني مجسم، جنوزيس يعني اتعرف، يبقى انا عندي يعني لا، يعني لا، ستيريو جنوزيس، ستيريو جنوزيس عدم التعرف على المجسمات اللي في ماي رايت هاند. اجرافي ثيزيا لما تكتب رقم او تكتب حرف على ايدي ما اعرفش، اجرافي برضه على الرايت هاند. امورفوثنسز اون رايت هاند، ان انا مع مش قادر اتخيل وضع ايدي ووضع النص التاني. انما لوس اوف فاين تاتش اون ذا رايت هاند دي غلط. ليه بقى؟ مش عشان رايت هاند، عشان الاحساس كده المجرد فاين تاتش ده في سوماتيك سنسور ايه نمبر 1. فامتحان معتبر، اتمنى تبقوا متابعيني كويس فيه. طيب نيجي بيقول لنا بقى ريجاردينج، معلش انا هسند الورقه ايدي كده، ريجاردينج الدورسال كولم سيستم اول ار كوريكت اكسبت الدورسال كولم ده بتاع الفاين تاتش، ان ليجن في الرايت سايد اهو، بس مسكناها بمشك احسن، ليجن في الدورسال كولم regarding dorsal column system all are correct except dorsal column بتاع الفاين سنسيشن epicritic من نفس الناحية. لما فاين تاتش فاين بريشر تكرار هيبقى vibration ومعهم ابناء العمومة اللي هم proprioception all are correct except، يبقى اختار الغلط. lesion في الرايت سايد leads to loss of fine touch on the left side، يبقى دي الغلط لان هو الرايت رايت يبقى الابسي لاترال، يبقى دي غلط. نكمل عموما، يبقى دي اللي تختارها ايه. It has its second order neuron في المدلة أوبلينجات، قلنا جراسيل اند كونيت نيوكلياي في المدلة أوبلينجات، قلنا الابيكريتيك سنسيشن في الدورسال كولم السكند اوردر نيرون بتاعهم العالي عالي مش في السبينال كورد في المدلة، يبقى دي صح. It entered the spinal cord via the medial division of dorsal root، طبعا عشان نبقوا محميين الميديال ديفيجن بتاع الدورسال رود ده بتاع الحاجات الفاين ناحية الميدل لاين، عشان ما يبقى ربنا حميه اكتر ما يدل على انه وراء الخلق خالق. It has nerve fibers A alpha و A beta، طبعا احسن نوع من الفايبر الدورسال كولم. اوعى تنسى بحياتك الدورسال كولم ده مكمن الاحساسات الفاين الابيكريتيك، فربنا خلاها ورا وقريبه من ميدل لاين وادها احسن فايبر A alpha و A beta وخلى السكند اوردر نيرون بتاعها عالي في المضله، حيث ان اي انجي في المضله اساسا احساس ايه اللي هندور عليه؟ الفيتال سنتر باظ. ده السؤال اللي قلت لكم اللي هو ليه ربنا عمل كروسينج. تعال نشوف عيان في الحرب حصل له هيمي سيكشن في السباينال كورد على الليفت سايد، ريزلتس بيلو ذا ليفل، ايه اللي هيحصل له بقى تحت الليفل؟ لو انا اتقطع الليفت سايد يبقى بالنسبه للدورسال كولم الفاين تاتش دي اللي هركز عليها بتفقد على السيم سايد، يبقى ما تقطع لي الليفت دورسال كولم يبقى هفقد الفاين تاتش على الليفت سايد، انما الكروت تاتش اللي هو بيتشال على الفنترال سباينال ثلاميك اللي بيعمل كروسنج في السباينال كورد، تمام اللي قلنا الكروت بيفقد على الكونترالاترال سايد هيفقد على الرايت سايد، يبقى العيان ده هيفقد الفاين تاتش في الناحيه الشمال اللي هي نفس ناحيه الليجن لان الفاين بيفقد على نفس الناحيه، ويفقد الكروت تاتش على الناحيه الاخرى اللي هي الرايت سايد لان الكروت بيفقد على الناحيه الثانيه انه بيكروس. فقلنا ده كانت فكره الكروسنج، يبقى التاتش هو المستفيد الوحيد، ان نفس الناحيه اللي هو الليفت سايد فقد الفاين تاتش لكنها محتفظه بالكروت، الناحيه العكسيه الرايت سايد فقد الكروت تاتش لكنها محتفظه بالفاين، يبقى الإحساس الوحيد الذي لم يلغى تماما من الجسم هو التاتش. وما أدراك ما التاتش، بيقوم مقام نعمة البصر في الناس اللي هم ما بيشوفوش بيقروا بالتاتش، وقلنا البصر والسمع في هيرين كيلر لما حكينا القصة، يبقى عليه الإجابة الصحيحة هتبقى هي رقم B loss of fine touch في نفس الناحية اللي هي left side ولوس اوف كروت تاتش في الرايت سايد. وده كان الثيري بتاعت العبد الله، حاجه تريد مارك ليه ربنا عمل كروسنج، مع ان الكروسنج ده بيكلفنا فايبرز اكتر في جسم اساسا مش عاوزين نطول مش عاوزين نكتر
انك عشان تكروس هتطول السلك اسهل انك تطلع دايركتلي. الكروسنج كان لصالح التاتش. يبقى الاجابات يا اولاد على النحو الاتي هي واحد هتبقى الاجابه الصحيحه ب، 2 سي، 3 دي، 4 اي، 5 بي، وهي مكتوبه امامكم كده. يبقى خلصنا الجزء الاول والاهم تصور وهو الام اس كيو. شوف بقى لما تبقى يعني ازاي تبقى انت قاري الباثويز وما تمرنتش على بتيجي الاسئله ازاي، ادي ازاي بتيجي الاسئله، وعشان بتؤكد لك ان اللي بتدرسه ده لا يمكن تبقى دكتور نابغ من غير ما تبقى عارفه. طيب توقع لهم تادي السنسيشنز. ده السنسيشنز، مش عارف لو زودنا الاضاءة شوية نجرب كده هتبقى افضل ولا اسوأ. I think no need. لا نستخدم الإضاءة بتاعت الخالق دي أفضل إضاءة في الدنيا. طيب زي الفل. نظبط بس معلش ما أنا قلت لكم أنا بشتغل هنا كل حاجة الحقيقة، يعني بقوم بكل الأعمال في أن واحد which is okay. توقع عن تادي السنسيشنز يا أولاد. طبعا ما أقول يا أولاد البنات ما يزعلوش، يعني أولاد ده جملة عامة، إنما يا أولاد ويا بنات أوكي. هنا رقم ثلاثة رقم لطيف قوي. السنسيشنز في الجسم ثلاث أنواع، يعني هتلاقي كل حاجة عشان تسهلها المنتال سيت التهيئ الذهني كل حاجة ثلاثة. في عندي أورجانيك سنسز اللي هي الإحساسات العضوية اللي هي الجوع والعطش والجنس، وهنرجعها للسيكولوجي. طب نيجي نمرة اتنين سبيشال سنسز، ودي بندرسها في برانش مستقل بذاته، وهما الفيجن والهيرينج والتيست والألفاكشن. هنا عاوز اقول سؤال بره الموضوع ده بس لا مانع نجمع، يعني عارف في سؤال هنا لطيف يخصنا، قول لي كل نوع يخص السي ان اس نوع الريسبتور بتاعه، يعني مثلا الفاكتوري ريسبتورز والتيست ريسبتور اللي هي التيست بادز دول بوث ار، ده سؤال ام اس كيو ركز معايا، الشم والتذوق كيمو ريسبتورز. طب الكونز والرودز بتوع الفيجن فوتو ريسبتورز. طيب الكوكليا اللي هو ال 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 organ of Corti اللي بنسمع بيه ده ميكانو ريسبتور. فده سؤال يعني مهم في السبيشال سنس. نيجي بقى لموضوعنا يا اولاد وهو السوماتيك سنسز، يعني احساسات الجسم، ده موضوع عشان كده هحطهولك في برواز برضو ثلاثة، يعني نمرة ثلاثة هتنقسم موضوعنا ثلاثة. بين ده اهم حاجة طبعا، لان انت شغلتك كطبيب ايه؟ تؤليفيت بين، انك تزيح الالم عن المرضى. وبعدين تمبريتشر، ونعني بيها السائع والسخن. وعن ميكانوسيبتيف سنسيشن، ونعني بيها الاحساسات اللي هي بروديوسد باي ميكانيكال ستيمولس، ودي قد تكون تاكتايل يعني لمس، وقد تكون بروبريسبشن. هنشوفها، ما احنا قلنا البروبريسبشن ولاد عمومه التاكتايل لانهم حتى محطوطين هم الاثنين على الدورسال كولب، واحسن معامله يعني بيتعاملوا بيها البروبريسبشن مع الحاجات الفاين. يبقى تعال نشوف مع بعض يعني ايه ميكانوسيبتيف سنسيشن، يعني سنسيشن برودوسد باي ميكانيكال ستيمولس. فهذا الميكانيكال ستيمولس هيبقى كالاتي، ممكن يبقى لمسه خفيفه تبقى تاتش، لمسه قويه تبقى بريشر، متكرره تبقى فايبريشن. يبقى التكتايل اداني ثلاثه بالعقل، لايت تاتش اللي هي لمسه خفيفه، قوية هتبقى ديب تاتش او بريشر، يعني ليها اسمين يا ديب تاتش او بريشر، ومتكررة هتديني احساس الفايبريشن. طيب يبقى ممكن الميكانيكال ستيمولس يبقى لمس، ممكن يبقى حركة، بس خد بالك مش انا اللي عاملها الروحي، لان انا عارف انا بعمل ايه، لازم انا اغمض عينيا واحد تاني يمسك صباعي ويعمل التجربة، لكن ما عنديش غير نفسي. فيعني تخيل بالإيماجينيشن ان واحد اخر دي ايد شخص اخر اهو هي اللي ماسكه صباعي،
بيقول لي غمض عينيك صباعك كده فوق الاول يقول لي هنتفق على هنعمل ايه وصباعك كده تحت طب صباعك كده فين اقول له تحت كده فين فوق يبقى ده اسمه السنس بوزيشن يقول لي صباعك ثابت ولا بيتحرك اقول له ثابت ودلوقتي ثابت ودلوقتي بيتحرك ده السنس اوف موفمنتس تالت حاجه يقول لي طيب الحركه دي اسرع الاولى يحدد ولا الثانيه اسرع اقول له الثانيه اسرع يبقى السنس اوف ريت اوف موفمنتس يبقى قسمنا الميكانوسيبتيف لحاجتين اللي هما الاحساسات اللي بروديوسد افهم معايا بهدوء باي ميكانيكال ستيمولس احساس سببه مبعثه ميكانيكال ستيمولس يا لمسه يا حركه يا لمسه يا حركه اللمسه تدي تلات احساس فكر معايا لايت تاتش ديب تاتش اللي هو بريشر متكرر يبقى فايبريشن يا حركه هتبقى يا اما البوزيشن الموفمنتس الريت اوف موفمنتس اي هوب اتس كلير ساعات يسموا البروبريسبشن الجوينت سنسز اللي هو الاحساس بقى الحركه ده يسموها الجوينت سنسز فنرجع تاني لموضوعنا ونتجه للميكانوسيبتيف سنسيشنز اول حاجه ميكانوسيبتيف يعني قلنا سنسيشنز produced باي ميكانيكال ستيمولاي الريسبتورز بتاعه الميكانوسيبتيف في عندي 4 ميجور انكابسوليتد ريسبتورز في الثدييات يعني الثدييات عندها 4 ميجور انكابسوليتد يعني لهم كبسول طب لطالب ذكي لما يقول لي طب مين الريسبتور بتاع الميكانوسيبتيف 5 طب يقول لي ليه ما انت تقول 4 يا بابا ركز انا بقول 4 هحط لك الليزر اهي انكابسوليتد لكن طبعا معاهم مهم جدا الفري نيرف اندينجز في نيرف اندينجز مهم جدا يبقى الريسبتور الاربعه الانكابسوليتد معاهم الفري نيرف اندينجز مين الاربعه الانكابسوليتد اقولهم لك ثلاثه كورباسل باسينيان كورباسل اللي يسموها حتى لامينار كورباسل عشان زي البصله كده ليها صفائح يسموها باسينيان اور لامينار تبقى عارف ورافيني كورباسل ومايسنرز كورباسلز يبقى ثلاثة كورباسل وميركلز ديسك يبقى ادي الاربعة الميجور اللي هم فين في كل الثدييات على فكرة مش في الانسان بس انما بيقول لي الميكانوسيبتيف ريسبتورز مين اقول له في اربعة ميجور انكابسوليتد ومعاهم الفري نيرف اندينجز في ناس بتحب تضيف مع الفري نيرف اندينج الهير اند اورجان يعني الاورجان اللي في نهاية الشعرة however يعني لو قال لك في حاجه تاني بقول له head and organ طيب نيجي بقى احنا قلنا اللمسه بتدي احساس من ثلاثه احب جدا النظام نظام مهم جدا زي ما قلت في ناس راس مالهم في الحياه نظام light touch deep touch اللي هو البريشر وبعدين vibration طيب اللايت تاتش نوعان يا كرود تاتش يا اما فاين تاتش يا كرود يا فاين طيب لو قال لي قول الريسبتورز بتاعتهم فهنا عندي الميركلز ديسك والمايسنرز كورباسل في الفاين تاتش ميركلز ديسك ومايسنرز كورباسل انها في الكروت تاتش قلنا فري نيرف اندينجز ولو طلب منك حاجه ضيف عليها الهير اند اورجن سؤال اصعب بقى واللي عملوها باللون الاحمر احنا بنستغل الالوان على اي اساس قلت ده كرود وده فاين تاتش طالب ذكي احنا في الاحساس يا اولاد بنميز ثلاث حاجات بس في السنسي كود موداليتي نوع الاحساس لوكاليتي مكان الاحساس انتنستي شدة الاحساس طيب طالب ذكي يبقى هما ثلاث حاجات بس اللي يمكن تمييزهم يعني بيتميز اي احساس عن احساس اخر في اشياء ثلاث موداليتي لوكاليتي اند انتنستي طب هما الاثنين تاتش يبقى اتحدا في الموداليتي احنا بنحسب رياضيا هما اتنين تاتش يبقى مشتركين في الموداليتي ده تاتش وده تاتش النوع تاتش يبقى 100% التمييز للكرود وفاين حسب الحاجتين اللي فاضلين اللوكاليتي والانتنستي بالحساب اهي لو حاجه واللوكالايزد يعني عارف مكانها بالظبط تبقى فاين بورلي لوكالايزد تبقى كرود طيب والانتنستي
لو حاجة بتحس فيها many grades يعني لمسة ولمسة أقوى شوية ولمسة أقوى أكتر وأقوى أكتر يعني grades كتيرة 10-20 grades تبقى fine. إنما بتحس فيها few grades لمسة ضعيفة متوسطة قوية مثلا 3 grade بس تبقى crude touch. وعايز أقول لك معلومة لطيفة جدا, لما يسألك في أي إحساس, أي إحساس يعني ما ينطبق على التاتش ينطبق على غيره, قال لك إحساس آخر إيه الفرق بين الفاين فيه والكرود فيه, يعني إيه الفرق بين الفاين بريشر والكرود بريشر, نفس الكلام هما الاثنين بريشر, يبقى اتفق في إيه في الموداليتي, يبقى هيختلف في إيه اللي خلى ده فاين وخلى ده كرود, اللوكاليتي والإنتنسيتي. الإجابة دي تصلح لأي إحساس يقول لك إيه الفرق في هذا الإحساس بين الكرود والفاين, دائما أبدا في اللوكاليتي والإنتنسيتي. اللي ويل لوكالايزد وميني جريدز يبقى فاين, اللي بورلي لوكالايزد فيو جريدز يبقى كرود. سهلة؟ I think سهلة. تاني إحساس اللي هو الديب تاتش اللي ممكن يبقى بريشر, قلنا الميلي بستجيب للبريشر بحرف البي الباسينيان كورباسل, والباسينيان على فكرة سي واحدة يا أولاد, يعني هنا بنعتذر على الخطأ سي واحدة, معلش الورق ده بيكتب في عجالة نصلحها واحنا قاعدين ما عندناش اي مشكلة. باسينيان كورباسل, يبقى الباسينيان تستجيب للبريشر, باسينيان تستجيب للبريشر. طيب الفايبريشن, الفايبريشن ده عبارة عن بريشر متكرر وممكن فبيستجيب ليه تو ريسبتورز يا مايسنرز يا باسينيان. ايه الفرق بينهم؟ ده سؤال مهم جدا على فكرة, المحاضرة دي فيها حاجات كتيرة جدا هتسألها في العمل يا أولاد. ان الباسينيان بتستجيب لحد 500 بير سكند, انما دي 80 بير سكند المايسنرز. فالباسينيان هي اسرع ريسبتور بأداب, حتى قلنا لازم الاستيمولس يبقى سريع جدا, تصور يعني 500 تغير بير سكند والا يحصل له ادابتيشن. عشان كده قلنا لما يجيب لك سؤال وجبته لك مين اسرع ريسبتور بادابت ما تقراش السؤال, الاجابه باسينيان, الاجابه باسينيان. يبقى ده التكتايل, خدنا اللي هو كروت تاتش لايت تاتش ديب تاتش اند فايبريشن. هنا في سؤال في العمل اقوله لكم في عجاله, الشوكة دلوقتي بيحط لك في العملي شوكة رنانة ويقول لك الشوكة رنانة دي بنستخدمها في الفايبريشن سنس ولا في الهيرينج تيست. خلاص السؤال لطيف جدا, انت في الهيرينج بتسمع لحد كام زبزبة؟ 20,000. انما في الفايبريشن هنا الباسينيوم مهيئة لحد 500 بس, والمايسنر اقل حتى 80. يبقى الشوكة الرنانة اللي بتدي ترددات عالية لحد 20,000 هي بتاعت الهيرينج, اللي هي الشورت, بالعكس الشورت اللي ايديها اللي درعتها قصيرة. انما الشوكة الرنانة اللي بتدي زبزبات قليلة 80 او 500 مش 20,000 زي في الهيرينج, تبقى اللي درعتها طويلة. يبقى لما يحط لك في العمل شوكتين, شوكة قصيرة وشوكة طويلة, وتبقى فاهم ليه ان في الهيرينج لحد 20,000 زبزبه, يبقى عاوزين شوكه تدي زبزبات عاليه جدا اللي هي الشورت ارمز اللي هي دراعها قصيره. انما لما بشوف الفايبريشن سنس في السكين يبقى عاوز شوكه رنانه بتدي ترددات قليله 80 او 500 اللي هي لونج ارم. بقولها بطريقه فيها مزاح عشان ما تنساهاش, لو اخترت في الهيرينج الشوكه اللي هي دراعتها طويله يبقى ودانك طويله زي الحصان, وانت فاهم انا عاوز اقول ايه. اوعى في الهيرينج تختار الشوكه اللي دراعتها طويله, اول ما تبص لها كده دراعتها طويله يبقى ودانك طويله, يبقى هتاخد الشوكه الطويله, يعني خد الشوكه المناسبه لودانك. انت تحب ودانك تبقى قصيره مش زي ودان الحصان, فخد الشوكه القصيره. انما خدت الشوكه الطويله يبقى هتحطها على ودنك, يبقى ودانك زي الشوكه طويله, تبقى انت عارف صنفت ايه دلوقتي. ساعات طلب يقول لي بننسى الحقيقة العلمية, مع ان انا قلت الحقيقة العلمية وبنفتكر انت قلتها ازاي وبنجاوب الاجابة الصحيحة. انما انت هتختار القصيرة الهيرينج لان القصيرة بتدي هاي بيتش, انما الطويلة بتدي لو بيتش, فنستخدمها في السكين. طيب اتمنى تبقى واضحة.
نيجي بقى يبقى اتكلمنا عن التكتايل الميكانوسيبتيف ريسبتور عموما. طب ممكن تقول لي بقى الريسبتور بتوع البروب ريسبتور لوحدهم؟ يعني احنا قلنا الميكانوسيبتيف دول يا تكتايل يا بروب ريسبشن. تكتايل هم ثلاثه فاكرهم ولا نسيت؟ لايت تاتش، ديب تاتش، وفايبريشن. طب البروب ريسبشن السنس اوف بوزيشن ثلاثه برضه، والسنس اوف موفمنت نمره اثنين، والسنس اوف ريت اوف موفمنتس. كلمة بروبريو خدوها يا ولاد يعني الاون بودي او الانديفيديوال. يعني كلمة بروبريو في اللاتين معناها حاجة تخص الشخص، حاجة خاصة بيه، ده معنى الكلمة بروبريو، يعني اون او انديفيديوال اون بودي. الريسبتور بتاعتهم طبعا انت خد بالك حاجة متعلقة بالمسل والجوينتس. يعني لو طالب ذكي ايدي بتتحرك باللي بيحركها المسل وفي جوينتس، او يعني فيبقى في ماسل سبندل في الفليش بارت اوف ذا ماسل لطالب ذكي، وفي جولجي تندون اورجان في التندون من اسمها حتى، يبقى دي في الماسل من اسمها في الفليش بارت ودي في التندون، وفي جوينت ريسبتورز بالاضافه للرافيني اند اورجان. ادي ريسبتورز بتوع البروبريسبشن. طب في تعبير اسمه كاينيثيزيا بيطلق مجازا على البروبريسبشن، يعني ممكن بروبريسبتورز نسميهم الكاينيثيتيك ريسبتورز، والبروبريسبشن سنسيشن نسميه كاينيثيتيك سنسيشن مجازا. لكن في اصل اللغه لو عاوزين نبقى اكثر دقه، كلمه كايني يعني حركه، فهي مفروض ما تطلقش على السنس اوف بوزيشن، انما على السنس اوف موفمنتس وريت اوف موفمنتس، ده كاينيثيزي. انما مجازا مقبول ان ناخد كلمة كاينيثيزيا تساوي بروبريوسبشن، دي زي دي. وكلمة كاينيتيك يعني حركة، عكس ستاتيك حركة. يبقى بروبريوسبشن سنس بوزيشن والسنس اوف موفمنتس وريت اوف موفمنتس. كاينيثيزيا مفروض تتقال على الموفمنتس بس. مش هعيد بقى لان قلنا عاوزين نمشي اسرع شوية، حضرتك عندك الفيديو تعيد براحتك. وبنشكر الزملاء الافاضل اللي بيحطوا لنا مصطفى واسلام واخرون، عشان مش عاوز واخرين اشكرهم عشان خاطر ما حدش يزعل، لان انا عارف في ناس بتحط على اليوتيوب كتير. بليز انا بس بطلب منهم حاجه بعد اذنكم، عشان في ناس بعتوا لي كتير، ابقوا اكتبوا عنوان المحاضره اللي انا قلته في الاول. يعني اكتبوا مثلا سي ان اس ليكتشرز 5 بين قوسين سنسيشنز، عشان الشخص ما يضطرش يفتح ويشوف بعدين يشوف هي دي اللي عاوزها ولا لا. هم معظم الناس طلبوا كده، او انا عارف بتعبهم، وهم جهدهم لا يقل عن اللي انا بعمله. يعني بسببهم نحن مشتركون جميعا في انجاح العمل. انا بشكرهم جدا جدا، كل واحد بيساهم ويعني بيحط الحاجات دي على اليوتيوب، جزاه الله خيرا وباذن الله في ميزان حسناتي. طيب نيجي بقى ناخدهم بقى بالتفصيل. دلوقتي احنا قلنا الميكانوسيبتيف سنسيشنز مكتوب فيه 4 ميجور انكابسوليتد ميكانوريسبتورز، قلناها قبل كده هم ايه، بس هنا كاتبهم لك عشان هناك ما كانوش مكتوبين. باسينيا نومايسنر رافيني كورباسل، ومعاهم الماركز ديسك. اوعى تنسى في الفري نيرف اندنجز، يعني هم مش اربعه بس، ولو حد عاوز زياده تقول له معاهم الهير اند اورجن. طيب بصوا بقى يا اولاد، نبتدي بالتكتايل. قلنا التكتايل هناخد الايه، اللايت تاتش، في فاين تاتش وكروت تاتش. قلنا ايه الفرق ما بينهم، ان الكروت تاتش حتى عيدها لك تاني، على اي احساس تقول اي احساس كرود، حسب اللوكاليتي والانتنستي. بورلي لوكالايزد وفيو جريدز اوف انتنستي يبقى الاحساس كرود، ويذر تاتش اور بريشر اور سو اون. اشهر سؤال في الحته دي بيجي لك في النظري وفي العملي وفي المالتيبل تشويس، الفاين تاتش. وما ادراك ما الفاين تاتش؟ فاين تاتش دي حاجه مهمه جدا. خلاص احنا قلنا التاتش ده احنا بنقول الحواس الخاصه اربعه، فيجن وهيرنج وسميل وتيست. العامه يقول لك الحواس الخمسه ويتضمنوا التاتش، اللي هو من قبله ربنا عمل كروسنج. وكروسنج ايه؟ التو سايدز، الفاين يكروس فوق في المظله عشان السكند اوردر نورم بتاعه في المظله، فيفقد دائما ابدا على الابسي لاترال سايد. الفاين تاتش الابيكريتيك تاتش على الابسي لاترال، الابي على الابي، الابيكريتيك تاتش اللي هو الفاين تاتش على الابسي لاترال.
الكرود يفقد على الاوبوزيت سايد فيتوزع الفقدان. قلناها 100 مره ده الثيوري ليه ربنا عمل كروسنج انه وراء الخلق خلق. اسمعها في محاضره الباثويز. فاهم نوع في الميكانوسيبتيف طبعا في الحياه وفي الدنيا هو الفاين تاتش. وعليه هو ده السؤال. يعني هتسالني احنا مش بنختار الاسئله بيزد على الامتحان، احنا لاهمياتها بتيجي في الامتحان مش العكس. مش هي مهمه عشان بتيجي في الامتحان، هي بتيجي في الامتحان عشان مهمه. الجمله واضحه؟ اتمنى. الاربع انواع من الفاين تاتش يا ولاد، في جمله مشتركه احب انا قوي القاسم المشتركه دي بتخلي الحفظ اسهل. With both eyes closed. يعني لازم نعمل الاربع تجارب والاربع انواع وانت مغمض عينيك. يعني ابتدي كده حتى with both eyes closed. اول نوع اسمه tactile localization. بليز عيش الترم tactile localization، يبقى the ability to localize the exact point of touch with both eyes closed. يعني لما احط سن القلم كده على او امسك قلم كنت بعملها احطه على، يعني هقولها لك بنعملها ازاي او ما تزعلش. هنيجي الاتي، باجي اقول للشخص خد بالك انا بعمل حاجتين دلوقتي، مفروض ان في اكزامينر وفي بيشنت، فانا بقوم بالدورين، الايد دي بتاعت الاكزامينر، الايد دي بتاعت الاكزامينر وانا البيشنت، فاقول للعيان ايه؟ اقفل عينيك، غمض عينيك، وبعدين اروح مشاور له مثلا اقول له افتح ايدك كده واشاور له على دي، واقول له بايدك الثانيه شاور انا لمستك فين؟ يقول لي هنا. هو ده التاكتايل لوكاليزيشن. يبقى ايه تعريفه؟ The ability to localize، عشان كده سموها tactile localization، the exact point of touch. فين الجملة المهمة؟ With both eyes closed. تاني شوف الكلمة بتقول روح. Tactile localization the ability to localize the exact point of touch. Localization with both eyes closed. طب تاني حاجة اسمها tactile discrimination. discrimination يعني تمييز. ده بقى ديفينيشن طويل اربع جمل. يبقى الابيليتي تو فيل هديسكريمينيت، مش يبقى ديسكريمينيت بين حاجتين، ده ابيليتي تو فيل تو تاتش بوينتس، مش واحده بقى في اللوكاليزيشن واحده بل لوكالايز الواحده. ده ابيليتي تو فيل تو تاتش بوينتس للاوائل سيمالتينيسلي، يعني في ان واحد. طيب with both eyes closed دي اتفقنا عليها نمره 2، و provided a distance between them is above threshold. ولسه ولازم يحسهم as two points مش as one point. يبقى الديفينيشن اربع كلمات. بنستخدم ايه؟ ايه الاله المستخدمه لما تبقى قاعد في العملي كده يقول لك طلع بنعمل التاكتايل ديسكريميشن بايه؟ تجيب البرجل، بس طبعا برجل بيبقى تو بلانت اندز، يعني عشان ما نشكش العيان مش عاوزين نعوره، برجل عنده تو اندز بلانت ما عروش. يبقى تاني the ability to feel، اول جمله اربع جمل عد معايا، to feel two touched points، اهم حاجه simultaneous يعني ما تحطهمش كده، لازم مع بعض two touched points، لانه لو حطيت واحده وبعدين الثانيه حسهم اتنين، مش عشان هو حاسسهم اتنين، عشان لم يتزاملا ما جوش مع بعض. يبقى لو قال يقولوا ده ability to feel two touched points simultaneous، دي اول جمله as two points، ما يقوليش حاسس بس حاسسهم واحده، لازم اتنين يحسهم اتنين. with both eyes closed نمره 3، with distance between them is above threshold. كان نفسي يبقى معايا حد اعمل التجربه دي، لان لما بعملها الطلبه حتى بتضحك، لان بتتصور ان احنا بنضحك عليهم بس ما بنضحكش. بجيب الطالب واقول له غمض عينيك وافتح البرجل 1-2 مللي واحطه على الفينجر تيبس، اقول له حاسس كام نقطه؟ اقول له 2. نفس الكلام على الليبس، على الطنج، خلاص، وحاجه ما بنعملهاش طبعا على النيبل. دول عندهم التاكتايل لوكاليزيشن ديسكريميشن فيري اكيوريت. هنعرف ليه؟ يعني مللي 2 مللي يحسهم نقطتين. نفس الطالب اقول له تعالى اعملها على ظهرك، غمض عينيك واحط البرجل على ظهره، كل ظهره بقى وقفاه محتاج افتح البرجل مش 2 مللي، افتح البرجل 4-7 سنتي،
يعني يبقى فاتحه كده اقول له حاسس، يقول لي اه حاسس كام نقطه، اقول لي نقطه نقطه. ما احنا قلنا لازم يحسها كام؟ 2 4 ل 7 سنتي. يبقى التاكتايل ديسكريميشن حلو. عدهم معايا تاني، اهم حاجه الفينجر تيبس تبتدي بيها، واللبس والطنج والنبل. سيء فين؟ على الخلف، القفا وانزل بقى والباك كل ظهرك. هنا الثريشولد يعني كفايه تفتح البرجل، افتح ودنك ملي لاتنين ملي ملي ملي، انما في الباك 4-7 سنتي سنتي متر. طب تعال نشوف ليه، ليه القصه دي؟ انا كان نفسي يبقى معايا حد يعملها، بس انا متصور اني وصلت المعنى. بص معايا اهو، شايف برجل اهو، ده برجل وبنفتحه. طيب سؤال مهم جدا بقى، التكتايل لوكاليزيشن والتكتايل ديسكريميشن قلنا اكلت في كام حته يا اولاد؟ في 4. عدوهم معايا تاني نقولهم مع بعض. اول حته هتقولها ايه؟ خد بالك انا بشرح نظري وشفوي وعملي في ان واحد، حته دي مهمه قوي. فينجر تيبس، تانك، اللبس والنبل، وحش على الباك. تعال نفكر بذكاء. هم يقول لك، تعال اقول لك الشروط الواجب توفرها عشان يبقى التكتايل ديسكريميشن تكتايل ديسكريميشن اكوريت. هو ليه حلو في الاربع حتت دول؟ انا بحب افكر باسلوب معين، انتوا عارفين بنحب نفهم. انا عشان احس كل نقطه، تفهم عربي بعربياتنا اهي، كنقطة مستقلة بذاتها، لازم كل نقطة يكون لها its own pathway. ده أنا بسميه شرط، مش هنقوله الممتحن، لكنه شرط عام لازم للفهم. أنا عشان أحس كل نقطة كنقطة مستقلة بذاتها، لازم كل نقطة يكون لها الباثوي بتاعها. لأنه لو النقطتين دخلوا في بعض كده وراحوا لوان كورتيكال سيل، هتحسهم نقطة واحدة. فهمت ليه تحس نقطة واحدة مع انك بدأت بنقطتين؟ لانهم راحوا في النهاية لوان كورتيكال سيل. يبقى الشرط اللي مش هقوله للممتحن، انما يعكس فيه، ان لازم كل نقطة يبقى عندها باثوي، مسار مستقل بذاته وعليه. هم بعدم ذكائهم يقسموها لأربعة هنا وهناك. يبقى عشان كل نقطة يبقى عندها its own pathway، يبقى لازم بالعقل يبقى عندها its own receptor، لأن pathway ده عبارة عن receptor وafferent cortical cell. يبقى كل واحد عندها الحاجة الخاصة بيها، يبقى كل نقطة عندها receptor. طب عشان تقرب السنون البرجة لاتنين ملي وكل نقطة عندها receptor، يبقى لازم عدد receptor يبقى جامد، ده more the number of receptors. طب عشان تقرب البرجه ال 2 مللي وكل نقطه يبقى عندها فايبر، يبقى ذا مور ذا نمبر اوف افرنتس. عشان كل نقطه يبقى عندها كورتيكال سيل، يبقى ذا مور ذا كورتيكال سيل، دي ممكن نقولها باسلوب اخر، ذا وايدر ذا كورتيكال ريبريزنتيشن، تبقى الحته ممثله بحته كبيره. وشوف بقى الالوان هنا بنستغلها حلوه قوي قوي. خلاص، ودي مش عاوز التو باثوي يدخلوا في بعض، يبقى ذا ليس ذا كونفرجنس. يبقى انا حفظتها الاجيال بطريقه حلوه. يبقى ما يقول لك في العملي او في الشفوي او انت تكتب في النظري، هو ليه التكتايل ديسكريميشن واللوكاليزيشن اكوريت في الاربع حتت اللي قلناهم دول؟ تقول له مور 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 ليس، مور ريسبتورز، مور افرنس، مور كورتيكال ريبريزنتيشن اند ليس كونفرجنس. وقلنا مور كورتيكال ريبريزنتيشن او مور كورتيكال سيلز، ممكن تقولها يا مور كورتيكال سيلز يا مور وايدر كورتيكال ريبريزنتيشن، ايه هي؟ بس انا بحاول يعني اكتب اسلوب يحفظ ويفهم. مور 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 ليس. اظن حضرتك بقى تجاوبني، طب هو ليه سيء على الباك والقفا؟ بالعكس اعكسها، يبقى ليس ريسبتورز، ليس افرنس، ليس كورتيكال سيلز، او less cortical presentation and more convergence. حلو قوي. معلش اسمحوا لي اطلع من المحاضره دي واقرب شويه من العملي، واملا على فكره نفسي يبقى باذن الله في تشانس اعمل لكم محاضره حلوه كده على العملي او محاضرتين، لان عاوز اقول لك حاجه، حقيقه الامر العملي اساسا بيعتمد على النظري. وعلى فكره انا عندي شويه حاجات الشوك والحاجات دي يعني
هفرجها لك عادي خالص. كل حاجة عندي والبرجل وكل حاجة موجودة عندي بتاعتي. يعني ادعو بس ان ربنا يدينا العمر والصحة وننجز الاعمال بإذن الله اذا كان في العمر بقية والصحة بقية. طيب سؤال بقى لطيف في العمل هيتسأل. افتح ودنك. يقول لك هل ما قالش تكتايل التو بوينت ديسكريميشن؟ يعني شيل كلمه تكتايل وقول بدلها تو بوينت ديسكريميشن، تمييز نقطتين. ديسكريميشن يعني تمييز. موجود في الاحساسات الاخرى؟ هل احنا ممكن نميز نقطتين في احساسات تانية غير التاتش؟ طبعا ده بديهيه، يعني مش سؤال محتاج طالب طب. لو قرصتك قرصتين هتحس قرصتين ده بعاد عن بعض. لو حطيت انبوبتين فيهم ميه دافيه هتحسهم ادام بعاد عن بعض انبوبتين. يبقى هنا ما نقولش تكتايل لانها مش لمس، هنقول التو بوينت ديسكريميشن. يبقى التو بوينت ديسكريميشن از بريزنت ان اذر سنسيشنز. سؤال شفوي وعملي. طب سؤال اصعب، مين اكتر احساس عنده تو بوينت ديسكريميشن؟ اظن ان لازم تبقى عارف الاجابه. الفيجن. وللاوائل انهي حته في الفيجن؟ الفوفيا سنتراليس، لان كل كون عنده وان تو وان كونكشن، عنده كورتيكال سيل. احسن احساس بنميز فيه نقط، ملايين النقط، عشان كده بنميز الصوره. تخيل لو جمعت النقطه شفت وشك كله نقطه واحده، مفيش اي تفصيلات. كيف نميز التفصيلات؟ باننا نستطيع ان نميز ملايين النقط. فلما يقول لي مين احسن احساس فيه تو بوينت ديسكريميشن، ما تقراش السؤال في الام اس كيو، دور على الفيجن. طب واذا كان ممكن يبقى احلى من الفيجن، انهي حته في الفيجن؟ الماكيولا يوتي اللي هي البقعه الصفراء، انهي حته في الماكيولا يوتي؟ الفوفيا سنترالز. ده للاوائل، فوفيا سنترالز على طول ما بنفكرش. ده احسن احساس فيه تو بوينت ديسكريميشن. تقل النوع الثالث في الفاين تاتش، ده سؤال تحريري مهم. الفاين تاتش تكتشر اوف ماتيريال كما يوحي الاسم، وانا راسم لك رسومات طفوليه اهي. ساعات زي ما بقول الصينيون بيقولوا الصوره تساوي مليون كلمه. الواحد بيقعد فاكر الصوره قصاد ربع ساعه بتنطبع اكتر من الكلام. احنا في الحياه بالفطره اساسا ربنا خلانا نشوف صور مش كلام، ما كانش في كلام. الصور دي موجوده منذ بدء الخليقه، بعدين بعد كده الكلمات. فالفيجن بتاعنا مدرب على المناظر اكتر منه على الكلام. ايوه تبقوا فاهمين. وعشان كده برضو السمع احسن من البصر، من اول يوم بنسمع، لكن وكل الناس بتسمع بس مش كل الناس تكتب وتقرا. فربنا خلى السمع ذو قيمه اكتر. نسمع اغنيه نحفظها صوت في نو تايم، تقراها اقعد بقى 3-4 مرات لما سمعتهاش بتتغنى احفظ على مهلك. اتمنى تبقوا فاهمين بقول ايه. ايوه يا رب. تكشر ماتيريال يعني اللي هو ملمس الاشياء، الماتيريال المواد، ملمس المواد عشان نترجمها صح. طبعا مقصود بيها القماش، يعني بيس اوف كلوث، الاقمشه. انت ممكن بص اهم حاجه فين يا اولاد اهي، اوعى كنت نسيت تاني. وذ بوث ايز كلوز، ده اللي حاططها لك قاسم مشترك اعظم. اقول لك حاجه، احنا قلنا احسن لون بتشوفه الكون ايه؟ يلا تعالى نعمل تدريب اهو، اللون الاصفر. فانا امبارح ربنا وفقني وخدت مصروفي ورحت اشتريت قلم اصفر اهو عشان اثبت لكم ان ده احسن لون بنشوفه الكون زي شايف اهي. يبقى الاربع تعريفات وذ بوث ايز كلوز، وعاوز حضرتك بنفس القصه تشتري قلم اصفر مصروفك، وده احسن استثمار. واي كلمه مهمه عاوز يعني خدت انتباهك وعاوزه تلزق في دماغك علمها بالاصفر، هتلاقيه نورت في الصفحه. الموست ليومينس كونز، اكتر ويف لينث بتشوفه الاصفر. تمام؟ With both eyes closed. يبقى التكشر ماتيريال لازم همسكك حته قماش في ايدك وتبقى عليك مغمضه. يبقى التعريف تو ايدنتيفاي the type of clothes او كلوث القماش with both eyes closed. حسب مفرد ولا جمع؟ في المفرد ننطقها ث كلوز، انما في الجمع كلوز اس مش كلوزس، مفيش العبط ده. كانك كلوز ذا دور، حلوه كده كلوز ذا دور. انا كنت مدرسه عربي
كوتش انجلش بس الحمد لله اهو بحاول. تقول ده وول، ده صوف، ده قطن، ده سلك حرير، ده يسموه تكشر ماتيريال. انك تعرف نوع القماش ايه اهم حاجه يا اولاد، اهي منوره في الصفحه نورتها لك اهي. With both eyes closed. طب نيجي بقى للستيريوجنوزيس، كلمه بحب الترمينولوجي قوي يا اولاد. ستيريو يا ريتني كنت حطيتها يعني حتتين بلونين، معلش اعذروني. ستيريو يعني مجسم، وجنوزيس من كلمه ريكوجنايز يعني يتعرف، يبقى التعرف على المجسمات ستيريوجنوزيس. يبقى it is the ability to identify an object put on the hand with both eyes closed. انك تقدر تعرف ال object put on the hand with both eyes closed وانت عينيك مغمضة، هو ده الاستيريوجنوز. لازم with both eyes closed. An object put on the hand with both eyes closed. ده يعتمد على ايه بقى؟ انا اقول لك يعتمد على ايه. هم عندنا بيقولوا اعتمد على ثلاث حاجات، انما هم اربعه اكشن. واحد، انك انت بيعتمد على كل الاحساسات especially الفاين تاتش، عشان كده حاطط لها مع الفاين تاتش. عم تمسك مفتاح التمبريتشر بتقول لك انه سائع معدن، البريشر اللي هو يعتبر تاتش برضه، ما هو ديب 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 تاتش، بيقول لك انه قوي جامد. انما اكتر حاجه بتديك التضاريس الفاين تاتش، تعريجه والحته المدوره وهكذا لو كان مفتاح، وشرحه لما بتمسك قلم، وشرحه لما تمسك مسطره، خلاص، وشرحه لما تمسك كوريكتور ازازه كده اند سو اون. اهي يبقى اكتر كل الاحساسات سبيشالي فاين تاتش. يبقى كل الاحساسات لو مسكت دبوس في بين هيشكني اعرف ان دبوس، يبقى all sensations. انما especially مين اكتر واحد هيديك تضاريس فاين تاتش، عشان كده افهم حطيناها ضمن الفاين تاتش، يعني هي داخله في كل الاحساسات، بس ليه اعتبرت ضمن الفاين تاتش؟ الفاين تاتش بيديني اكتر حاجه. تاني حاجه لازم ابقى عارف الشيء ده مسبقا، past cortical experience، خبره مخيه قشريه مسبقه، past cortical experience. يعني اجيب اللي هو شمعة احتراق بتاع العربية، بوجيه بتاع العربية، واحطه في ايد واحد عمره ما عندوش عربية اساس، ايه ده يا ابني، ايه ده، حتة حديدة دي، يبقى عشان اقول هي ايه لازم ابقى عارفها ومثبتها، past cortical experience. طب نمرة ثلاثة، ده دي بقى للممتازين، انه لازم ابقى قادر اقفل ايدي عشان اتحسسها، يبقى لازم عندي normal hand muscles. نمرة أربعة بقى اللي هما ما بيقولوهاش بس أنا قلتها لك كنت مقتنع بيها وجبتها سؤال، لازم يبقى عندك السوماتيك أسوشيشن أريا اللي بتربط نورمال. بلاقي جبنا سؤال بوظ السوماتيك أسوشيشن أريا، جبتها لك سؤال أستيريوجنوزيس. ده للأوائل، ما هو التملي الأوائل بيقولوا أكتر من اللي قاله الزميل الفاضل في المحاضرة، يعني معظم الزملاء يقول لك حاجتين بس، إنك محتاج كل الإحساسات سبيشالي فاين تاتش. طب نمرة اتنين، غير كل احساس الباست كورتيكال اكسبيرينس يبقى عارف، لو زميل يعني افضل شويه وهم كلهم ناس فضلاء وفوق راسي من فوق، بس يعني في درجات ربنا عامل ناس درجات، هيقول لك قول نورمال هاند ماسل عشان تمسكها، لو انا ايدي مشلوله مش عارف امسكها مش هعرف، لو بارالايز هاند يبقى لازم نورمال هاند ماسل. زميل بقى اللي هو وطالب اللي هو بقى يقول لك ولازم تبقى يعني انتاكت سوماتيك اسوشيشن سايد، عاوز تعقد اكتر في الاوبوزيت سايد، يعني لو هستخدم ايدي الشمال يبقى لازم اليمين تبقى سليمه، اليمين تبقى الشمال تبقى سليمه عشان في كروسنج. هنا وهنا فقط تصنع الاوائل، وهقولها وبلا حرج او خجل، انتوا بس اللي فاهمين يا اولاد، انتوا بس اللي فاهمين. لما بنقول رحم الله امرئ عرف قدر نفسه، يعني لا تحط روحك فوق قدرك، ليه بتفهم نص المعلومه بس ولا تحت قدرك؟ تبقى عارف قدرك فين بالظبط، ما تقللش من قدرك وانت عارف ان قدرك كويس، وما تزودوش وانت مش في هذا المستوى. يبقى رحم الله امرئ عرف قدر نفسه حاجتين، تو ويز، لا تزود، وده الاهم طبعا، كبرياء حاجه مش لطيفه، لكن ما تحطش من نفسك، ما تبقاش انسان كويس وتقول انا لا شيء، لا انت شيء. مين اللي قال لحضرتك لا شيء؟ انت شيء، والزميل ده افضل من الزميل ده، وده فاهم عن ده،
في قاد ربنا عامل درجات يا اولاد حاجه يعني في كل الاديان في درجات طبعا في كل حاجه يعني اتمنى تبقوا فاهميني. يبقى ده يا اولاد اللي بنص يبقى طيب في بقى للاوائل سؤال تاني لطيف جدا. الستيل بلوز بتعملها في ايدك ولا في رجلك؟ في ايدي طبعا مش هحط حاجه في رجلي واشوفها. فساعات زميل يسالك يقول لك طيب هو الستيل بلوز بيحمل على ايه؟ تقول له على الدورسال كولم. هو طبعا فاين تاتش له اهم حاجه على الدورسال كولم. لا الطالب لو هو بقى افضل يقول على على الكنيت تراك لان ده بتاع الابر هاف اوف ذا بادي اللي هو الهاند. شوف حتى كاتبها لك باللون الاحمر كنيت تراك. ده اللي ما ده اللي لازم يبقى سليم كنيت تراك. وعاوز حاجه بقى اذا عاوز تزود حاجه خمسه في الاستيروجنوزس لازم يبقى نورمال ابيكريتيك دورسال كولم باثوي. لو حاجه خمسه بقى عاوز تعقدهم يعني كام حاجة عشان يبقى الاستيروجنوزس مظبوط؟ خمسة لازم اهو تعالى نقراها. معظم الزملاء يقول لك all sensation specially fine touch و past cortical experience اثنين. طب زميل افضل هيقول normal hand muscles ما تبقاش paralyzed عشان اعرف امسكها بايدي. زميل افضل يقول لك normal cortical sensory association area on the opposite side. هذا أربعة. زميل ما حصلش يقول لك dorsal column pathway normal especially الكونيت تراك أو مش especially mainly exclusively الكونيت تراك حتى أهم من مين لأن في الإيد إيد دي تبقى كونيت تراك. وعش كده جبتها لكم سؤال النهاردة. مش بقول لك الأسئلة بتحضر بها أنتوا فاكرين الأسئلة دي إن أنا بقعد كده الصوعي يلا اكتب أي حاجة. بالأمانة الموضوع كله معدي له. وزي ما قلت لزملائكم بالامس اتصل بي زميل فاضل بتاع هيماتولوجي وانكولوجي يعني امراض دم وسرطان من جامعه كورنيل في نيويورك اللي هي بتعالج رؤساء الجمهوريات يعني جامعه وهو استاذ هناك. هو عربي ومعروف كويس جدا يعني وورد نول. وقال لي انا كان عندي محاضره على البليتلتس فالزميل يعني طالب قال له ده في واحد عربي ما كانش يعرف نوع انا هو عارفني شخصيا يعني احنا اصدقاء ده عامل محاضره حلوه قوي على البليكلتس بالعربي. فالراجل سمعها واتصل بيا الحقيقه وقال لي اتس موديل اكزامبل لما ينبغي ان تكون عليه المحاضره. وحتى قال لي من حيث ست حاجات قال لي انا حللتها علميا حتى قلت له قولهم لي عشان يعني اتعلم. فقال لي واحد انه يعني ينطبق عليها في السهل الممتنع في سهولة الشرح. اثنين انها النظام البديع. ثلاثة الدياجرامز ده قال لي اعملها الاستريتد فيسيولوجي. اربعة الترمينولوجي بتقول معنى كل كلمة جت منين. خمسة التاريخ بتجيب تاريخ كل حاجة. ستة قال لي لو فيها هوامش بتهتم بيها. قال لي بس اقول لك في عيب. قلت له ايه العيب؟ انا اسمع كل حاجة النقد. قال لي ان انا عشان اوصل لما الطالب ده قال لي في محاضره على البليتلتس واداني اللينك وشوفها دي كويسه فان انا قعدت ادور في البلاط في كذا محاضره قبل ما وصلت فاكتبه ان دي محاضره عن كذا. وقال لي ان انا اديت المحاضره على البليتلتس كانت شقين البيزك انفورميشن ما زودش حاجه على اللي انت قلته ابدا بالعكس انا سمعتها اكتر مره عشان اقولها فوتوكوبي اللي انت بتقوله. انا طبعا الراجل بتاع امراض دم الديس اوردرز قالها بقى بتوسع دي موضوع هو احنا بنقولها هنا بكميه صغيره. فقلت له طبعا دي شهاده اعتز بيها جدا جدا ويعني اقبل التقييم لان ده اللي بيخلينا. فيا جماعه من فضلك يا مصطفى ويا اسلام دكتور مصطفى ودكتور اسلام انا عارف ان مصطفى حتى في الازهر لم اقابلهم على فكره عمري في حياتي بس احمل لهم كل حب يعني لان زي ما بقول اعمالهم لا يقل عن اللي انا بعمله لانهم بيحطوه على اليوتيوب. ابقوا من فضلكم حطوا عنوان المحاضرة الراجل نقدنا في ذلك ونحن نقبل النقد. طيب ده الفاين تاتش سؤال مهم جدا جدا. ساعات يجي لك معاه الباثوي بقى ترجع المحاضرة السابقة ثري اوردر نيرون والكلام الحلو اللي قلناه. ننتقل للبوزيشن دي غالبا ما بتجيش يا اولاد. قلنا
السنس اوف بوزيشن. انا بس اشيل الاربعه دي لاتلخبطكم، انا كنت اقصد بيها الاربعه الاربعه انكابسوليتد اهم اللي فوق تاني، ده بتاع الميكانوسيبتيف عموما والفري نيرف اندكس. انما هنتكلم على الريسبتورز بتاعه البوزيشن بالذات مختلفه شويه. يعني ما السنس بوزيشن قلناها قبل كده، قلنا الماسل سبندل في الماسل، الجولجي تندون اورجان في التندون، الجوينت كبسول ريسبتورز قلنا هذا الكلام، والرافيني قلناه. سنس بوزيشن بيشمل ثلاث حاجات، ده يعني تسأله في الشافوي اكتر منه. السنس بوزيشن انك تعرف الديفرنت بارتس اوف ذا بادي، دي نمره واحد. في الديفرنت بارتس اوف ذا بادي دي بتبقى فيه حاجتين، ان سبيس بس ده مش موضوعنا هنجيله في الترم الثاني باذن الله، وان ريليشن تو ايتش اذر. يعني بص لك، انا عشان اعرف دماغي في السبيس معدوله، وممكن دماغي تبقى معدوله على جسمي بس كله معوج كده في السبيس، دي بعرفها بالفيستيبولار ابريتس، الاذن الداخليه اللي هنا اللاسمعيه الفيستيبولار ابريتس. انما الهيد معدوله على الجسم، يعني ان ريليشن للجسم او معوج على الجسم، ده وظيفه الجوينتس ريسبتورز، جوينت ريسبتورز هو ده البروبريسبشن جوينت ريسبتور. يبقى ما تلخبطش، للاوائل عندهم اجابات متميزه. حضرتك بتسالني على السنس بوزيشن، اني بوزيشن تقصده؟ هل تقصد البوزيشن ان سبيس، يعني الهيد معدوله على البادي زي الفل بس كله معوج كده؟ يبقى ده الاذن اللاسمعيه اللي هو الفيستيبولار ابريتس. انما الهيب معدوله ان سبيس بس ان ريليشن للبادي معوجه، ده جوينت كبسول، ماسل دي مشدوده والماسل دي مش مشدوده، ده بروبريسبشن عادي، جوينت كبسول وماسل وليجامنتس وحاجات زي كده. ده اول حاجه للاوائل، للاوائل وهنا تصنع الاوائل، احنا متفقين. نرجع تاني، حلوه الحكايه، انا بحب حكايه انك انت تقلب من كاميرا فرونت الباك تكنولوجي. كنت بقول الزميل اللي كنا بيكلمني، قلت له على فكره ثانك جاد ان احنا لحقنا هذا التكنولوجي اللي في اخر 10 سنين، والا ما كانش ممكن الحاجات اللي بنقولها دي نبثها وتتسجل على اليوتيوب وعلى الفيسبوك. كان زمان الطلبه بتسجل محاضرات على كاسيت، بعد مرتين ثلاثه يلف الكاسيت يتقطع، ما ينفعش. ثانك جاد ربنا اطال في عمرنا ان احنا نعيش المرحله دي، عشان شويه المعلومات اللي عندنا نتركهم للاخرين ينتفعوا بيها. طيب الدقه يا اولاد، يبقى هنا انت لما يقول لك سنس بوزيشن تقول له حضرتك تقصد ان سبيس ولا ان ريليشن تو ايتش اذر. طيب دي الفيستيبولار ابريتس. طب ازاي بقى؟ بص يعني تعال ناخد مثال حلو قوي يساله لك دلوقتي. انا رجلي اهي متنيه على الفخذ، متني على الرجل، ممكن يتفرد كده اكتر، ممكن يتفرد كده اكتر، ممكن يتفرد خالص رجلي، الثاي والليج يبقوا ستريت اهو. بتعرف ازاي دي؟ هيسالك السؤال ده، سؤال ريزن شويه. انا نفرض راسم لك اربع نقط يمثلوا اربعه جوينت ريسبتورز. البوزيشن الاولاني عمل ستيميليشن للريسبتور ده اللي حاطط عليه الليزر، لما فردت رجلي شويه ريسبتور اخر بقى ستيميليتد، فردتها اكتر ريسبتور الثالث، انا بحاول اثبت ايدي، فردتها خالص ريسبتور الرابع. يبقى بعرف الانجل من السايت اوف ستيميليتد ريسبتور، يعني انهي ريسبتور اللي بيبعت بعرف الانجل، رجلي متنيه ولا مفروده. دقة يا ولاد، دقة وفهم مش حفظ، أمقط الحفظ. الناس اللي بتدخل محاضرة تقرا مع الطلبة، هم الطلبة بيقروا حلو قوي، وثلاث أرباعهم خريجي مدارس أجنبية بيتكلموا إنجلش أحسن مننا 1000 مرة. قولوا لهم معلومات فكروا معاها. يبقى بعرف الأنجل البوزيشن الرجل بالنسبة للليج بالنسبة للثاي من السايت والاستيميليتد ريسبتور، أنهي واحدة هي الاستيميليتد. طيب نيجي بقى المعلومات اللي بيبعتها البروبريسبشن دي نوعان، في معلومات كونشس واعيين بيها، يعني حضرتك واعي بانك وانت قاعد كده عاوزك تفكر معايا، رجليك، ايديك، صوابع ايديك، صوابع رجليك، راسك، رقبتك، غمض عينيك كده وفكر، تلاقي نفسك حاسس كل حته، تقدر تجاوبني عن كل سؤال، اقول لك رجليك متنيه ولا مفروده، صوابع رجليك،
صوابع ايديك وضعها ايه، كل حاجه هتجاوبها. يبقى انت كونشس لهذه المعلومات دي، بتوصل عن طريق الدورسال كولم باثوي اللي هو بتاع الابيكريتيك. ما انت فاكر الدورسال كولم كان بيشيل اربعه، دورهم تاني فاين تاتش، فاين تاتش تقويه يبقى فاين بريشر، تكرره يبقى فايبريشن، وابناء العمومه اللي هم البروبيسبشن. انما في معلومات تانيه انكونشس ومهمه جدا. عشان احنا ليه لازم نحس روحنا يا اولاد؟ عشان نحافظ على البالانس بتاعنا. ده اهميه البروبيسبشن، ان احنا نبقي. بص الانسان شباب اهي، الانسان واقف على فيري نارو بيز اللي هي رجليه، تصور يعني زي التمثال كده، ده سهل جدا يقع كده. فلازم اول ذا تايم يبقى مركز الثقل، انا بتكلم اهو هندسه بقى، مش هتقولوا ده للزملاء وما لهمش في الحاجات دي. مركز الثقل العمود الساقط على الارض يبقى داخل الاريا اوف سبورت اللي هي ما بين التو فيت. يبقى عشان ما اقعش لازم احرص ان مركز الثقل السنتر اوف جرافيتي، العمود الساقط منه على الارض، يبقى داخل الاريا اوف سبورت. لو خرجت كده بره هروح واقع على طول. فالبروبريسبشن ليه لازم ابقى عارف البوزيشن والموفمنتس؟ عشان ده مش وانا واقف بقى، وانا بمشي رانينج جامبينج اول ذا تايم، ابقى محافظ على العمود لازم. وانس خرج بره وقعت، ده اهميه البروبريسبشن، ان احنا نحافظ على البالانس بتاعنا. ده مش كده وبس، انت لازم تبقى حافظ ليه؟ هقول لك حاجه، لان انت ما بتبص. هديك مثال حلو جدا في الحياه. وانت واحد بيسوق عربيه، بتحرك رجليك على البدلات تحت، البنزين، فرامل، لو العربيه ستيك شيفت، الدبرياج، انت بتشيل رجلك وتوديها على مكان صعب، ما بتبصش تحت رجلك هتروح فين. ده بروبريسبشن كونشس، حاسس بالحركات وبالبوزيشن. تستحيل الحياه بدون بروبريسبشن. اقول لك حاجه، البروبريسبشن الاحساس بالوضع ده لم يخص به الله الحيوان بس، الانيمال كينجدم اللي هو كلنا، ما احنا انيمالز ان هو يعني مش في الشتيمه، في النباتات كمان. النبات بيصلح وضعه، في عنده بروبريسبشن ما لا يعلمه الزملاء. فده الاحساس ده مهم جدا، في جزء منه انت كونشس، لكن ساعات بتبقى السرعه اكتر من ادراكها. فعاوزه جزء بقى مالكش دعوه بيه، ربنا بقى اللي واخد باله منه، انكونشس اللي هو يروح عن طريق سباينو سيريبيلر تراك دورسال وفنترال. يعني وضع الجسم، البوزيشن والموفمنتس والريتم موفمنتس، ده فيه جزئين، كونشس بتاع الدورسال كولم، وانكونشس او نون كونشس نفس التعبير، ده بيقوم بيروح السيريبيلر. السيريبيلر ما بيحسش حاجه، ده يسموه سايلنت اريا السيريبيلر. نقولك عليه محاضرة رائعة بإذن الله في الترم الثاني على السيريبيلوم ده. طيب نرجع تاني، فده نوع الإحساس. طيب دلوقتي احنا عندنا سؤال بقى مشهور جدا في الام اس كيو جدا يا ولاد، انه ان احنا عندنا في يعني في الثلاث احساسات اللي هم السنس بوزيشن والموفمنتس والريت اوف موفمنتس، فيهم واحدة بس هي اللي رابيدلي ادابتنج، اللي هي ريت اوف موفمنتس. أصل عارف يعني إيه رابيدلي ادابتنج؟ يعني تفقد الإحساس بيها. أنا لا يصح إن أنا أفقد البوزيشن ولا الموفمنتس، فدول سلولي ادابتنج من الشرح اللي شرحته لك. لازم بعد ساعتين تبقى حاسس كل حتة في جسمك. أديك قاعد معايا بقالك ساعة، أو أكشن بشرح بقالي بالظبط عشان في ساعة قصادي ساعة ل 10 دقايق، ماليش دعوة بالإم إس كيو بتاعك. ما انت لو غمضت عينيك كل حته وكل صباع في جسمك وكل جوينت تقول لي ما عامل ازاي، لا يمكن تفقد السنس بوزيشن والموفمنتس، والا هتفقد البالانس. فدول سلولي ادابتنج. مين الوحيده اللي رابيدلي ادابتنج؟ سنس اوف ريت اوف موفمنتس اللي هي بالباسينيا، واظن عارف يعني بنعتمد على السمع في التذكر. مين في السنس بوزيشن اللي هو رابيدلي ادابتنج؟ الريت اوف موفمنتس اوعى تنساه، هو ده الوحيد اللي رابيدلي ادابتنج. طيب كده انا خلصت اللي انا عاوزه
يبقى خد بالك هنا في سؤال مهم اللي الراب اللي ادابتين جوه الريت اوف موفمنتس، والمثال باسينيان كورباس الاسرع حاجه بتاعنا. نرجع تاني دي بقى انا عاوز اوريها لكم بدون دياجرامز يا شباب، اللي هو احنا لسه فاضل عندنا في التاكتايل ما قلناش البريشر، لان انا عامل حسابي هقولها لكم هتتفرجوا عليا، والفايبريشن. فتعالى نمسك البريشر يا اولاد. سنس اوف بريشر اللي هو الديب تاتش ده بيفيدنا في ايه؟ بيفيدنا ان احنا نعرف الاثقال، discriminate weights. لا مش باينه كده، انا عاوز ايدي تبقى واضحه. طيب يبقى عاوز عليها شويه كده. لا نعليها اكتر شويه، نعلي اكتر شويه اهي. ايدي كده اعتبر ده سطح اهو. بص تخيل ان انا ايدي محطوطه على ترابيزه هنا، بس يعني مش عارف اجيبها قوي يعني مش عارف يعني ايدي هي في ترابيزه تحتها اهي. دلوقتي انت حضرتك لو حطيت حاجه تقولها خفيف اهي وانا مغمض عيني، وحاجه تقولها كبير اللي هو الميني ايباد ده مثلا، تقول لي مين اتقل؟ اقول لك الثقل الثاني. ليه؟ عرفته ازاي؟ انه it exerts more pressure. يبقى البريشر كلمتين عليها بتساعدنا في ايه البريشر ده؟ في ان احنا to discriminate weights. الحاجه الخفيفه exerts less pressure، الحاجة الخفيفة exerts less pressure، الحاجة الثقيلة exerts more pressure. بس أهم حاجة اللي أنا مش عاملها مظبوط إن لازم الهاند تبقى supported، يعني تبقى إيدك على سطح على الترابيزة، يبقى with the hand supported وبوث eyes closed مغمض عينيك والهاند على الترابيزة. أحط حاجة خفيفة تقول خفيفة، أحط حاجة ثقيلة تقول ثقيلة. عرفتها إزاي؟ من الديجري أوف بريشر. لأن في سؤال بقى في العملي، خليني أدخل شوية في العملي. يقول لك طب افرض الهاند مش سبورتد، يعني اهو شيلت، قلت لك امسك حاجه شيلها اهو، دي شيلت، ده الثقل الاول وانت مغمض عينيك، ده الثقل الثاني اهو شيلها، مين اتقل؟ قلت لي الثاني وانت مغمض عينيك. عرفتها ازاي؟ ان الثقل اتقل احتاج مور ماسل تنشن، يعني محتاج كونتراكشن اكتر في المصل عشان يشيلها عن الثقل الخفيف. فبعرف التقل من الديجري اوف ماسل تنشن. يبقى فيل بريشر، فيل بريشر يا اولاد فيه سؤالين بس. لو الهاند سبورت على الترابيزه بتعرف الاثقال بدرجه البريشر، لك مش شايلها. التقل الخفيف بيعمل بريشر خفيف، التقل الكتير بيعمل بريشر جامد. هيروح سالك في العملي طب لو شلتها وانت مغمض عينيك، لازم في كله مغمض عينيك، تقول له الحاجه اللي احتاجت كونتراكشن قليل يبقى خفيف، اللي احتاجت كونتراكشن جامد تبقى تقيله، يبقى الديجري انت حاسس الديجري اوف ماسل تنشن. خلاص ده الفريش، مش عايزك تعرف فيه اكتر من كده عشان كده ما كتبتوش. ساعات ناس ترزع عليك تقول لك الفاين تاتش بيفيدك في حاجه تاني غير الاربعه اللي قلناهم. في معرفه السطح سموث ولا مش سموث. لو سطح سموث بحرك ايدي ما بتلعبش اهي، انما لو سطح متعرج ايدي بتلعب. يبقى انا مغمض عيني اعرف هل السطح سموث ولا السطح متعرج. يعني في ناس تحب تغلس، ادينا كل الغلاسات اللي في الدنيا قلناها. نيجي بقى الفايبريشن سنس. بنجيب بس الشكر ان انا يعني اكشلي مش عندي هنا، شكرا ان انا موجوده في القاهره حاجاتي. المهم هنبقى نجيبها باذن الله. ده شكرا ان انا العلبه دي فيها ايه يا اولاد؟ فيها فيل. يبقى ده شكرا ان انا. فانت ازاي بتعمل اختبار الفايبريشن؟ بتحط فايبريتنج تيونينج فورك يعني متذبذبه على البوني بروميننس وتغمض عينيك، كله انت مغمض عينيك، تحطها على الميديال ماليوس تحت، على التيبيال تيوبروستي، على الايلياك كريست العظم اللي فيك. خلاص؟ اي عظم. فمفروض الشخص طبيعي يحس الفايبريشن. ما هو الفايبريشن ده؟ الفايبريشن بص لي هو ريبيتد بريشر سنسيشن. ده اول سؤال هتساله، ريذميك او ريبيتد بريشر سنسيشن. سؤال اول، عد معايا الاسئله في العمل اهو، ده برضه بيجي عملي بس. طب السؤال الثاني، يبقى مين الريسبتورز؟
انت بتقول لي لطالب ذكي repeated pressure، يبقى نفس البريشر ريسبتور اللي هم الباسينيان. باسينيان اوعى تنسى الباسينيان بتسيب البريشر والمايسنرز كورباسلز. السؤال الثالث هيقول لك ايه الفرق بينهم. انت فاكر الباسينيان كان بتحس لحد كام زبزبه؟ 500 بير سكند. بير سكند اوعى تقول بير مينت. بينما المايسنرز بتحس لحد يعني 200 زبزبة أو 80 زبزبة. بيقول في ناس يقولوا 80 ناس يقولوا 200 مش فرق خلاص. إنما الباسين يعني هي الحد 500، المايسنرز 80، الرقم مقبول أكتر 80 يا أولاد. سؤال بعد كده هيقول لك طب الريسبتور دي موجودة في السوفت تيشو ولا في البون؟ أقول له طبعا في السوفت تيشو. سؤال بعد كده طب حضرتك ليه في الفايبريشن بتحط الشوكة على البوني بروميننس؟ الاجابه تو ماجنيفاي ذا ستيمولس، عشان اكبر ستيمولس. وهحكي لكم قصه طفوليه. ما كنا في الاعدادي اعداديه يعني والحاجات دي، كان الراجل بتاع الفيزيكس بتاع الطبيعه يعني بالعربي يجيب لنا صندوق اجوف وشوكه رنانه ويضربها. سامعين يا اولاد؟ لا. اول ما يحطها على الصندوق الاجوف صوت يكبر. فانت البون بيقوم مقام الصندوق الاجوف في البون اجوف، لان جواه فيه بون مارو يا اولاد، هو مش مصمت. فيه بون مارو اللي هو فيه الريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز. طبعا زي ما قلنا انهي بون اللي بيعمل الار بي سيز؟ مش اللونج بونز، السكال والترانك. وفاهم ليه ربنا ما بيعملش الار بي سيز في اللونج بونز في الايدين والرجلين في الادلت؟ في الطفل اللي بيامه كله شغال عشان محتاج كميات كبيره بيامه. انما في الادلت احنا بنعمل هنا بس في السكال والترانك، الاسترنم ريبز وفيرتبري. عارف ليه؟ عشان ممكن افقد ايدي او افقد رجلي، لكن مش ممكن افقد راسي او الترانك. وراء الخلق خالق. تعملوا الار بي سيز ده بره موضوعنا، اعتبرها فقره معلومات عامه قلناها في اولى. تعملوا في الممبرنس بونز، الفلات بونز اللي ما تفقدش في السكال والترانك في الادل. في الادل الطفل في كله يعمل ار بي سيز. فليه بتحط الشكر ان انا على البوني بروميننس؟ to magnify the stimulus، عشان اكبر الستيمولس. من الاول في سؤال قبل الخمسه دول، انهي شوكه هتستخدمها للفايبريشن؟ قلنا الهيرنج هتستخدم الشوكه القصيره، لان لو استخدمت الطويله تبقى ودانك طويله، تبقى فاهمني انت ايه. استخدم الطويله عشان لو بيتش، الذبذبات بتاعتها قليله، فتبقى بتعرف الاسئله دي. السؤال السابع بقى، هم سبع اسئله معروفين. ايه اهميه الفايبريشن سنس؟ هو بيتشال على انهي كولم؟ دورسال كولم اللي هو الجراسيل اند كونييت. يبقى تو تيست ذا انتجريتي اوف ذا دورسال كولم باث واي اللي هو بيتاثر في نقص فيتامين بي 12. فاكر بي 12 كان بيدي بيرنيشس انيميا، لانها انيميا معاها نيورولوجيكال مانيفستيشن، عشان كده سموها خبيث. لو انا مش حاسس الفايبريشن في رجليا، يبقى اللي بايظ الجراسيل. حاسسها في رجليا ومش حاسسها في ايديا، يبقى اللي بايظ الكونييت. ادي السبع اسئله يا اولاد في الفايبريشن. اقولهم تاني في عجاله، وانت ممكن تسمعهم بس اقولهم تاني. يبقى انت بتحس الفايبريشن ازاي في عجاله؟ ريبيتد بريشر. ريبيتد بريشر وعليه مين الريسبتور؟ باسينيان ومايسنرز. الباسينيان تجيب لحد كام؟ 500، والمايسنرز لحد 80 بير سكند. طب دول فين يا اولاد؟ في السوفت تيشو. طب حضرتك حاطط ليه على البون؟ تو ماجنيفاي ذا ستيمولس. وقبليهم كان في سؤال، هتستخدم انهي شوكه في الفايبريشن سنس؟ اللي دراعتها طويله، انما في الهيرنج اللي دراعتها قصيره، والا يبقى ودنك طويله. عمر الطلبه ما بتنسى الكلام. السؤال السابع والاخير، ليه بنعمل فايبريشن تيست؟ ده بيحمل على انهي كولم؟ الدورسال كولم. To test for the integrity of dorsal column. اللي هو كام تراك؟ كونييت فور ذا ابر وجراسيل فور ذا لور. قلنا الجراسيلس ماسل تحت تبقى لور، بنفتكرها الجراسيلس تحت يبقى لور، كونييت فوق. عشان كده حتى الاستيريوجنوزس كان بالكونييت. ادي الاسئله. كده يبقى خلصنا الميكانوسيبتيف سنسيشن يا اولاد. انتقل بقى للثيرمال سنسيشن. ثيرمال سنسيشن. Thermal sensation.
ظبط زي ما بقول بنشتغل مخرج ومؤلف واضاءه ومصور وكل حاجه واديتور، بس يعني الحمد لله ثانك جاد يعني حته ايباد برو ايباد بنقول الليتست كله، بس يعني لوح صغير كده كان عندك استوديو كامل تبث الناس بتسمعك في كل مكان. تقدم الحضاري في اخر 50 سنة او بالظبط قالوا في اخر 100 سنة البشرية انجزت 100 مرة اللي انجزته منذ بداية البشر. افتكرها في اخر 100 سنة 100 مرة، يعني قعد لحد اخر 100 سنة الانجاز واحد، اخر 100 سنة 100. انا بقى اكتب عليها مقال لسه ما كتبتهاش، اكتبها في اوانيها واحطها لكم على الفيسبوك وبعدين انشرها في الجرائد العربية يعني. فواحدة منهم اللي انت شايفه ده، ان انا قاعد معايا ايباد برو صورة فيري كلير، سامع وشايف وكل حاجة، استوديو كامل وقمر صناعي كل حاجة شغالة تبعها، يعني متصل بيه وكل حاجة، حتى بتاع اي كلام. ثانك جاد. يلا عشان يبقى علم ينتفع به، ربنا اراد ان احنا يعني نسيب المعلومات. ثيرمال سنسيشنز يا ولاد، احساسات الحراره، كاركترز اوف ثيرمال ريسبتورز. ده سؤال نظري غالبا ما بيجيش يعني، بس يعني تبقى عارف بقى ام اس كيو شفوي زي ما بنقول، بنقول معلومات كامله. الثيرمال ريسبتورز موجوده في السب كوتينيوس تيشو، وعليها يا ولاد سؤال بقى مهم جدا، الثيرمال ريسبتورز بتقيس حرارة السكين والسبكوتينيوس تيشو not temperature of the object، يعني ما بتقيس حرارة الجسم اللي انت ماسكه، ما بتقيس حرارة الجو، بتقيس حرارة السكين والسبكوتينيوس تيشو. طب علي سؤال داخل سؤال، طب ازاي انا حاسس الجو برد والجو حر؟ لان في البرد بيبقى الجلد سائع وفي الحر الجلد بيبقى سخن، والغرض ليه الجلد بيسقع في البرد؟ عشان ما يبقاش فيه تمبريتشر ديفرنس، فما نفقدش حراره كتير، وفي الحر حراره الجلد بتعلى تبقى قريبه من الجو عشان ما تكتسبش حراره كتير، لان المفروض حرارتك تقعد 37. يعني بقولها ان لو الجو سخن الجلد على طول بيسخن، ليه؟ يقرب من الجو عشان ما يحصلش الجين. طب لو الجو سقع حرارة الجلد تسع بسرعة عشان مبقاش فيه فرق، عشان ما يحصلش يتلص. شوف العظمة اللي هي، فانت لما الريسبتور بتلاقي الجلد ساقع تقول الجو برد، الجلد سخن تقول الجو سخن. وعلي عاوز اقول حاجة هنا في فقر معلومات عامة لطيفة قوي، في الناس اللي بتشرب الكهوليكس وبئس المصير، ان الكهوليكس دي محرمة في كل الاديان، كل الاديان محرمة فيها الكهوليكس. يقول لك انا بشرب عشان في البرد احس بالدفء، ده فول سنسيشن. وانت الناس بتشرب الكحول بيبقى وشها احمر فسخن فيحس الدنيا دفى، مع انه عمل حاجه انفسيولوجيكال، الجو برد هو سخن الجلد، ما هوش احمر بقى سخن، في دم كتير سخن، يبقى خد حاجه تافهه، الاحساس الكاذب بانه الدنيا دفى، وعمل حاجه انفسيولوجيكال، بقى جلده سخن والجو سائع. يبقى ايه رايك بقى في كميه الحراره اللي هيفقدها بهذا التمبرتشر ديفرنس؟ رهيبه رهيبه. فحتى هذا العذر اللي بيدعيه الناس اللي بتشرب الكوليكس بانهم بيشربوا الكوليك عشان يطفوا، ادينا فيسيولوجيا بررنا انه خطا. كانت هذه فقط معلومات العامه. السؤال اصعب، حضرتك بتمسك معدن بحس انه سائع، بمسك بلاستيك او خشب بحس انه سخن، طب ازاي؟ الاثنين دول جماد واخدين حرارة الغرفة، مفروض حرارتهم زي الغرفة بالظبط. ليه انا حاسس المعدن سائع والبلاستيك او الخشب دافي؟ لان المعدن موصل جيد للحرارة، فبيسرب حرارة الجلد والسبكتينيس تيشو، فالجلد بيبرد فحسه بارد. بينما الخشب والبلاستيك عازل، ما بيسربش حرارة الجلد والسبكتينيس تيشو، فالجلد والسبكتينيوس تيشو يحتفظ بحرارتي، يقعد سخن فحسه سخن، مع ان 100% فكر فيها، فكرت فيها ولا ما فكرتش؟ هما الاثنين جماد واخدين حراره الغرفه. طب ليه انا حاسس ده سائع وحاسس ده سخن؟ مع ان هما الاثنين نفس الحراره، لان ده سرب حراره الجلد والسبكتينيوس تيشو
فالجلد والساب تيشو حرارته انخفضت كنتيجه لتسرب الحراره انه موصل فحسيتها ساقعه. ده ما سربش حاجه، ما زال الجلد سخن فحسيتها سخنه. يبقى اول معلومه بمليون جنيه وشرحتها، انا مش جاي اقرا معاكم، انه الثيرمال ريسبتور بتقيس حراره الجلد والسبكوتينيوس تيشو لانها موجوده في السبكوتينيوس تيشو تحت الجلد. طب تاني حاجة انها small receptive field، يعني في areas فيها thermal receptors بس و areas فيها cold، فيها قصدي hot receptors فقط و areas فيها cold receptors فقط، والthermal insensitive area ما بين الاثنين. يعني تعالى حتى اعمل لك رسمة كده في عجالة، يعني لو خدت منطقة جلد اهي هرسمها قصادي باللون الاسود، هلاقي فيها نقاط فيها هوت ريسبتورز اللي هي برسمها باللون الاحمر، ونقاط فيها كولد ريسبتور. الكول ده حتى ايه، يبقى الازرق حلو، يبقى الازرق احسن يا اولاد اهو بالشكل ده، وحتت ما بينهم ما فيهاش خالص ثيرمال انسنسيف، يبقى بيتميز بيها. دي رسمه معموله في عجاله اهي اهي، لو ده حته الجلد يبقى في حتت فيها كولد بس اللي هي الاحمر كولد ريسبتور بس، وحتت فيها كولد ريسبتور بس اللي هي باللون الازرق، وحتت ما بينهم ما فيهاش حاجه خالص ثيرمالي انسنسيتيف، مش حساسه للحراره، بس حتت صغيره جدا جدا. عشان كده احنا ما بناخدش ضرر دي، لان اي اوبجكت بنمسكه كبير بيشغل مئات الارياز، لكن لو جبت حاجه بين بوينتد يعني زي راس دبوس وسخنتها او برطاها هتلاحظ في حتت بتحس وفي ما بينهم حتت مش حاسه. يبقى في حتت فيها هوت ريسبتورز وحتت فيها كولد ريسبتورز وحتت ثيرمال انسنسيف عندهم سمول ريسبتيف فيلد. هم اكتر في الليبس، منهم في الفينجرز اللي هم الريسبتيف فيلدز دول، منهم في الترانك، وهذا يدل على انه وراء الخلق خالق. احنا كل ساعة يمكن انت قاعد بتسمعني وحاطط قصادك كوباية شاي ولا كوباية قهوة ولا حاجة ساعة، يبقى طول النهار ساقع سخن ساقع سخن، يبقى اللبس. طب الفينجر اقل يعني بنستخدمها اقل من اللبس، الترنك بتستحمى مرة في الاسبوع يبقى اتعرض لسخنة او لبرد، طبعا مزاح بس انت فاهم يعني. شوف الروعة، الحتة اللي اكثر عرضة للسخن والساعة ربنا حط فيها ريسبتور اكتر اللي هي الليبس، ثم الفينجرز، ثم اقل التعرض هو الترانك فيها اقل عدد. اللي بحاول اعمله معاكم ايه يا اولاد، ان احنا ما نحفظ وثينك وبيز على ايه، على حاجه واحده انه وراء الخلق خالق. كل دي معلومات ام اس كيو بس يعني بنضع وقتنا بس عشان بنشرح كورس كامل كولد ريسبتورز. سؤال بسأله الأول بدل ما اشرح، اعتدت في المحاضرات كلها بتاعت اشرح، أسأل هل أيهما أكثر خطورة الكولد أم الهوت؟ في 70% من الإجابات جاوب أنت وأنا هقول لك الإجابة الصحيحة. الطلبة يقولوا لي الهوت، أقول لهم لا الكولد أخطر. أولا أنتوا خلطتوا الهوت بالنار، النار دي مش هوت، دي بين بين. أنا بقول كولد ولا ورم، دافي ولا برد؟ لا طبعا البرد أكثر خطورة. وبحكي قصة إنه راجل في نيويورك كان سكران في الشتاء وراح يعني تمشى على المحيط الأطلنطي في نيويورك، ونزل كده برجليه لحد ركبه في المايه الساعة، وسكران مش دريان، وقعد ساعتين كده يتأمل منظر وناسي رجليه في الساعة، فالساعة عملت سيفير بازو كونستريكشن. باي ذا تايم تنبهوا الناس وطلعوه، كانت حته الظهر فاضيه، عملوا له امبيوتيشن اوف بوث ليجز، قطعوا له رجليه الاثنين. وبحكي قصه ثاني، ناس كانت نازله اللي هم عارف الاميجرانتس اللي بيروحوا لاوروبا فما بياخدوش فيزيت النمسا، فيعملوا ايه؟ كان زمان المجر دوله شيوعيه متخمه للنمسا، فياخدوا فيزيت المجر سهله ويعدوا الماونتنز للنمسا، وناس غلابه شايلين بقى يعني الشنط بتاعتهم وبيعدوا مشي عشان يدخلوا الحدود لبلد اغنى بقى النمسا من المجر.
فايديهم معرضه للبرد ومش لابسين جوانتيات لانه ما عندهمش جوانتيات ولا فكروا فيها في بلادهم. باي ذا تايم وصلوا النمسا معظمهم اتقطع لهم اكثر من فينجر لانه حصل سيفير فازو كونستريكشن. يبقى الكل ده اخطر يا اولاد. وبالفطره في ريفنا الجميل الناس عارفه دي، انما طالب كليه الطب لا يعلم لانه ما بيفكرش بالفطره او ما بيفكرش عموما. اما تبقى رايح لناس فلاحين في الصيف يشددوا عليك جدا ان هم تبات عندهم، ويقولوا جمله جميله قوي يقول لك حصيره الصيف واسعه. يعني معناها ايه؟ يعني ما مش هيحتاج يغطيك في الصيف، يبقى خلاص تعالى نام. انما لو هتنام عنده في الشتاء لا، مش هيسيبك تموت بالبرد، لازم يغطيك وهو ما عندوش غطا. من الثلاث قصص دي خلصنا بان الكولد اخطر من الور. وبالتالي ادخل بقى في اللي انا عاوزه، يبقى ما تبقاش حافظ زي بقيه الطلبه تبقى فاهم. طالما الكولد اخطر انه بيعمل فازو كونستريكشن، بينما الهوت ما بقولش النار، هوت هوت دافي دافي، بيعمل فازو دايلتيشن، كولد اخطر. يبقى تتوقع مين اللي عنده ريسبتورز اكتر؟ كولد مور نيومرس ريسبتورز. الريسبتيف فيلد بتاعت الكولد اكتر من الورم اللي هو اخطر، بما يدل على انه وراء الخلق خالق. 4 to 10 times مور سوبرفيشال. تاني حاجه عشان يقرا الحراره احسن، كل ما يبقى قريب من الجو يقراها احسن، مور سوبرفيشال. الثالثه هما الاثنين مدرك لادابتنج، الكولد والورم الاثنين مدرك لادابتنج، بس مين بيادابت مور سلو، محتاجين ويشتغل وقت اطول ما يوقفش بسرعه، الكولد. رابع دليل ان الكولد اهم في مفهوم العبد الله، انه الورم ريسبتور متصله بالسي فايبرز بس، اللي هي ادنى انواع الفايبرز، انما ده بالسي برضه بس والدلتا كمان. يبقى اربع حاجات هم يحفظوهم يا ولاد، هم يحفظوا، احنا ما نحفظش. حكيت لكم قصص تدل على ان الكولد اخطر من الهوت. الاجابه اللي تلقيتها من 70% يقول لك الحر اخطر، لا الكولد اخطر. واديتكم امثله نيويورك والنمسا وحصيره الصيف واسع. وعليه عدد الريسبتور بتاعت الكولد بالفهم بقى مش بالحفظ تبقى اكتر، 4 to 10 times more superficial، عشان تقرا اكتر الحراره تبقى اسهل لما تبقى قريبه من جلد، وتتاخر في الادابتيشن، ادابت مور سلولي، تستمر في اعطاء المعلومات، والفايبر ساعتها احسن. اي دلتا وسي. سؤال مهم جدا في الام اس كيو، اهم سؤال بقى اللي حطوه لك باللون الاصفر اهو، اللي احسن لون بنشوفه الانسان، بيحمله مع مين؟ في اللاترال كولم، في اللاترال سباينو ثلاميك تراك مع البين. وقلت ليه ربنا حتى في التامل الخاص بتاعنا المحاضره الماضيه، وليه ربنا حط تمبرتشر مع البين؟ لان البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرتشر من الجهتين. فوق 45 تحس هوت بين، ويسموها الثريشولد اوف بين. وبرضه هقول جمله هنا لو ما قلتهاش ده بقول كثير من الزملاء الاصغر سنا كونفيوز فيها. الريسبتور بتاعت الهوت حاجه والورم حاجه، وبتاعت الهوت بين حاجه ثانيه، والبين بس حاجه ثالثه، لان في حاجه اسمها مولرز لو. ايتش ريسبتور جيفز رايز تو وان سنسيشن ايرسبكتيف اوف ذا ميثود اوف ستيميليشن. مش هي نفس الريسبتور بتاعت الورم او الهوت لما الاستيميلس يزيد تحس هوت بين، لا دي واحده ثانيه خالص خالص خالص. اي هوب تبقى فاهمين. مولرز لو، الريسبتور الواحد يعطي احساسا واحدا. فبيتشال مع البين على اللاترال سباينو ثلاميك، لان البين هو الامتداد الطبيعي للتمبرشر من الجهتين. فوق 45 هوت بين، تحت 5 كولد بين. تبقى عارفها. ده اهم سؤال. اصعب سؤال بقى، ميكانيزم اوف ستيميليشن. انا عايزك الاول يعني تطلق لخيالك العنان. دلوقتي يعني طبعا تقول لي انت قاعد في كندا الدنيا برد، لا مش برد خالص، هنا كل حاجه مدفئه زي الفل، قاعد زي الفل، مش اي برد. في مصر الواحد بيبرد اكتر شويه، ليه؟ الحيطان زي ما تقول بتطلع رصاص. بس تصدق بالله برضه ما احلى تراب مصر، يعني احلى حاجه، يعني نسيبكم بس الواحد يبقى مبسوط من اي حته تاني في الدنيا.
يعني في الوطن، الوطن كده عارف ايه اللي هي الحتة لما تقعد فيها لا تشتاق لغيره. لو عاوز تعرف ما هو تعريف الوطن، كان محمد عبد الوهاب يقول لك وطنك حيث رزقك، يعني الحتة اللي جاي لك فيها رزق كويس. لا انا عندي تعريف تاني، هو المكان اللي قعدت فيه لا تشتاق لغيره، يعني لو قاعد فيه مش مشتاق لحد تاني، يبقى هو ده وطنك. اتمنى تبقى واضحة. المهم يا اولاد، نفرض ان انا قاعد في كندا في الشارع دلوقتي، درجة حرارة ما اعرفش 2 ولا كام ولا 1 حاجة كده. ازاي انا بحس، يعني ازاي ان انا، طيب هقول لك باسلوب اخر، بحس بالبرد واللي قاعد في الحر يحس بالحر. انا عاوزك تبص حواليك كده في الجو، يعني وانت قاعد بص كده، الحرارة دي شيء غير منظور غير ملموس، يعني سخونة الجو برودة الجو حاجة لا ترى ولا تحس ولا تلمس، قصدي يعني حاجة مش ملموسة مش منظورة. فكيف تحول، شوف سؤال فلسفي، غير المنظور وغير المحسوس إلى شيء تقيسه الريسبتور وبالإيه بالظبط؟ يعني تقول لك المية دي أدفى من دي درجة، يعني لو حطيت صباعك في ميتين الفرق درجة، تقول لك لا دي أدفى من دي درجة، دي أدفى درجتين، مع أن السخونة والبرودة أشياء غير منظورة وغير محسوسة. ده السؤال الفلسفي، وعليه أكمله بسؤال آخر، كيف تحول غير المنظور وغير المحسوس إلى شيء منظور ومحسوس؟ الإجابة كانت عند الخالق سبحان الله very simple لينا، أن حضرتك لما الريسبتور بتتعرض لحاجة أدفى، السخونة بتزود الميتابوليزم، ده حقيقة معروفة. فالكونسنتريشن اوف ميتابولايتس بيزيد، فهي بتقيس ايه بقى؟ بتقيس الكونسنتريشن اوف ميتابولايتس. يبقى هذا كيف تحول الغير منظور وهو السخونة لا مرئية ولا ملموسة، بس ازاي تحولت لحاجة الريسبتور يقيسها بالظبط انها تؤثر في الميتابوليزم، فبتزود الميتابوليك الكونسنتريشن الميتابولايتس. اكشوال ريسبتور بيقيس كمية الميتابولايتس، لقاها كتيرة يبقى الدنيا سخنة، لقاها اقل يبقى اكثر برودة، اقل يبقى بارد جدا. يبقى الميكانيزم ستيميليشن سؤال رائع، بيحدث by changing the concentration of metabolites. Change in metabolite concentration. كل 10 درجات تغير بتضاعف تركيز الميتابولايتس. سؤال رائع، اصعب سؤال، وسؤال فلسفي، كيف تحولت البرودة والسخونة الغير منظورة الغير يعني ملموسة إلى شيء ريسبتور يقيسه، نديله حاجة يقيسها، بيقيس الميتابولايتس. السخونة والبرودة تؤثر على الميتابوليزم وبالتالي على تركيز الميتابولايتس، هو بيقيس تركيز الميتابولايتس. 10 درجات بتزودها 2 فولز. طيب سؤال في الـ في الـ في الـ في العملي، بيقول لك السنسيشنز او السنسيشن اوف وورم اور كولد ديبيندز على ايه. شوف هنا هي تجربه لطيفه قوي، اقول لك فكره التجربه، تجربه عبيطه، بيجيب لك 3 يعني كوبايات كده، واحده فيها سخن واحده فيها ساقع واحدة فيها مية فاترة. عندنا خيال، مش لازم اجيب 3 كوبايات يعني، وحتى انت مش هتشوف سخن وساقع. تخيل في 3 كوبايات سخن، واللي على شمالي في ايدي اللي فيها الساعة سائع، وفي نص واحدة فيها مية فاترة. احط صباعي ده في السخن وده في السائع، كام دقيقة كده، وبعدين اروح شايلهم وحطيتهم هما 2 في المية اللي في النص اللي هي نفس درجة الحرارة، الاقي احساس صباعي ده غير ده تماما. اللي كان في السخن حس المايه ساقعة لما كان فيه، واللي كان في الساقع حسها ادفى، مع انه نفس المايه، واحد حاسس ابرد، اللي كان في السخن حاسسها ابرد، واللي كان في البارد حاسسها ادفى. حاجات من الحياه يعني. يبقى اهم حاجه بتحدد احساس التمبريتشر الاوريجينال سكين تمبريتشر، الاوريجينال سكين تمبريتشر. عشان كده حتى اقول لك الناس بالفطره عارفه الكلام ده. تاني حاجه الريت اوف تمبريتشر تشينجز، معدل تغير الحراره، الريت اوف تمبريتشر تشينج، يعني لو انا كنت في حته
دافية ونزلت على طول لدنيا برد، احس البرودة بطريقة شديدة. عشان كده الناس بقول لك تاني بالفطرة لما ابقى عند ناس وقاعد في حتة دافية وهنزل اروح، يقول لي بص لا لا كده هتبرد، انت افتح الشباك شوية كده عشان تاخد على الجو الساقع شوية، يعني ما تنقلش من سخن الساقع على طول، يفتح الشباك فاتعرض لهواء كده، يعني خليط من الاثنين، الدنيا جوه دافئه ويدخل شويه هواء بارد فالحراره تنخفض شويه، لما اخرج يبقى الريت اوف تشينج قليل شويه، يبقى الريت اوف تمبرتشر تشينجز. ثالث حاجه عارفينها الاريا اكسبوز طبعا، بدليل ان انت عاوز تقلل احساس البروده بتغطي جسمك، يعني كل ما يبقى جسمك معرض منه حاجات اكتر تبرد اكتر، تغطيه، تحط بلانكت، تلبس بلوفر، حاجات من هذا القبيل تبقى اقل. دي تجربه عبيطه بتيجي في العملي، هيسألك الفكرة التجربة اللي هي الخطوة رقم واحد، ان انت الاحساس الحرارة بيعتمد على الاوريجينال سكين تمبرتشر اللي كان في الكوباية السخنة حاسسها بارد والعكس بالعكس. تاني حاجة الريت اوف تمبرتشر تشينجز، تالت حاجة الاريا اكسبوز. طيب انا عايز اقول لك حاجة، تلات اسئلة في الام اس كيو لطاف جدا. عند درجة زيرو لو نزلت درجة حرارة الجلد والسبكتينيوس تيشو للزيرو هتحس ايه؟ ده سؤال صعب جدا. الاجابة ما حسش حاجة خالص، انستيجيا. ليه؟ افهم، لان النيرف امبلس دي عبارة عن صوديوم بيدخل يعمل ديبولاريزيشن وبوتاسيوم يخرج يعمل ريبولاريزيشن، يعني في ديفيوجن اوف اينز. الديفيوجن اوف اينز بيتوقف عند درجة زيرو لانه بيتناسب مع التمبريتشر، عند زيرو يبقى زيرو. واظن دي فكره التخدير بالتبريد، التخدير بالتبريد. وكنا زمان قبل ما يعملوا الانستيجيا البنك كانوا مثلا في الحروب واحد عاوزين يطولوا رجله لان رجله تهشمت جدا، يعملوا حاجتين، يحطوها في جردل في تلج مجروش عشان رجله تاخد حراره التلج يبقى تقريبا ما يحسش، وطبعا يعملوا حاجه تاني يشربوه الكوليكس عشان يتسطر. احنا طورناها دلوقتي، عندنا سائل اسمه ايثايل كلورايد كده في بخاخه، نرش على الجلد، السائل ده بيغلي عند درجه 12، يعني بيتبخر ايميديتلي وياخد معاه حراره لانه غليانه عند 12، ومش هيغلي هيغلي، انت هو هيتبخر عند 12 ياخد حراره الجلد، لما الجلد يبقى صفر نقدر نقطع في جلدك من غير ما تحس، يبقى عند صفر نو سنسيشن. مش صفر الجو، افهم تاني، صفر الجلد والسبكوتينيوس تيشو، مالناش دعوه بالجلد، التمبرتشر صفر بنقيس حراره الجو عشان ما تقوليش عند صفر انا حاسس، ان جلدك ما نزلش لصفر، لو جلدك والسبكوتينيوس تيشو صفر مش هتحس. عند 5 cold pain، عند 45 hot pain، يسموه حتى threshold of pain. تبقى الاعداد دول عارفهم في الام اس كيو كويس قوي. وقلت لك وعدها تاني، في ريسبتور بتدي hot pain sensation ملهاش علاقه بالورم ريسبتور، يعني في ورم ريسبتور تحس السخونه من غير الم، وفي hot pain ريسبتور تحس السخونه المؤلمه، دي واحده ودي واحده، عشان مولر لو بيقول ريسبتور واحد يعطي احساسا واحدا، وفي كولد ريسبتور وفي كولد بين ريسبتور، دي حاجه تانية. يبقى دول ثلاث ارقام. اخر حاجه هقولها ونقفل بكده يا شباب، ان ربنا عمل منطقه بيتداخل فيها الكولد مع الورم ريسبتورز، يعني هما الاثنين بيحسوا، يعني بيحصل استيميليشن لبوث كولد اند وورم ريسبتور الاثنين، تقريبا مثلا من 10 لحاجه و30 كده هما الاثنين بيشتغلوا مع بعض. ايه الغرض ان هما الاثنين يشتغلوا مع بعض؟ يعني يحصل لهم ستيميليشن في نفس الوقت. قال لك لا، هي دي بقى اللي بنسميها الديسكريميشن اوف تمبرتشر، لان في المنطقه دي اللي هما الاثنين بيشتغلوا فيها لو الحراره زادت درجه عن اللي قبلها ده يشغل مور وورم ريسبتور وليس كولد ريسبتور، فده بيعمل فاين تمبرتشر ديسكريميشن، يعني المنطقه اللي فيها فاين تمبرتشر ديسكريميشن افتح ودانك، والريسبتور بتاعتها الامبلس ساعتها بتروح مش للثالاموس مع انها كروت سنسيشن، ده الجزء اللي بيروح للسوماتيك سنسوري نمبر 1 اللي هي ديسكريميشن اوف تمبرتشر، هو الجزء اللي تداخل فيه الكولد مع الورم ريسبتور.
يبقى دي اخر اربع اسئلة. يبقى عندي زيرو no sensation. ليه؟ لان no diffusion of ions لا بوتاسيوم ولا صوديوم. زيرو مش الجو، زيرو السبكوتينيوس تيشو والسكين اللي هم فيهم الريسبتور، الريسبتور زيرو ما يحسش حاجة لان no diffusion of ions يبقى no nerve impulse. سؤال مهم وفق شرحتها ليه. عند تحت خمسة او عند خمسة وتحتها يشتغل نوع من الريسبتور اسمه كولد بين، تحس مش كولد، كولد مؤلم. فوق 45 45 وما فيها يبقى هوت، يشتغل نوع من الريسبتور اسمه هوت بين ريسبتور. لا ده ليه دعوه بالورم ريسبتور ولا ده ليه دعوه بالكولد ريسبتور. مين الاهم اللي هي 45؟ ده سؤال مش كيو مهم جدا، ده اسمه ثريشولد اوف بين. كل الناس تتالم عن 45، ده اللي هنقولها المحاضره القادمه باذن الله. طب السؤال الرابع والاهم، هل يوجد منطقه بيشتغل فيها الكولد والبين ريسبتور؟ شوفها كل واحد في مصدره يشوف. هي المنطقة من 10 لحاجة و30، كل كتاب بيكتبها بطريقة معينة مش مشكلة. ايه أهمية ان هما اتنين يشتغلوا مع بعض؟ ان هو ده الديسكريمينيشن اوف تمبريتشر، انك انت في هذه المنطقة اللي هما الاتنين بيشتغلوا لما الحرارة تسخن اكتر تشغل مور كولد وليس مور وورم وليس كولد، طب تبرد اكتر ان شاء الله درجة واحدة، يبقى بالعكس مور كولد اند ليس وورم عن اللي قبلها، وبالتالي يمكنك انك انت تعمل ديسكريمينيشن. وهذه المنطقة وهذه الريسبتور هي اللي بتتصل بالاي دلتا وهي اللي بتروح لل سوماتيك سنسور ايريا نمبر 1 معايا. ده الثيرمال سنسيشن مش مهم قوي. يبقى بقى الموضوع الرهيب اللي احنا دخلنا وهنشتغل اطباء ليه يا اولاد، تو الليفييت بينز، عشان نزيل الالم. فده هنقوله باذن الله في المحاضره القادمه. الناس اللي بيحطوا لنا على اليوتيوب يبقى يكتبوا لنا عنوان من فضلكم، ميكانوسيبتيف سنسيشنز اند ثيرمال سنسيشن. المحاضره القادمه باذن الله هتبقى على البين، وما ادراك ما البين. المره القادمه باذن الله يبقى عندنا سبيشال سنسز فيجن. ومره اخرى بشكركم على وقتكم واتمنى اكون فدتكم، ولم يبقى الا الدعاء بالتوفيق، وفقكم الله. شكرا.